الوطنية الأولى حصريا في تونس. استحقاقات المنتخب التونسي، بقية تحضيرات قبل الموعد الهام أمام المنتخب الإنجليزي في فولغوغراد يوم الاثنين 18 جوان، مباراة كبيرة مش ديما يتقابل المنتخب التونسي مع المنتخب الإسباني. كان في موعد سابق في نهاية كأس العالم 2006 رفقي، والفوز للمنتخب الإسباني 3-1 رغم أحداث الفارق آنذاك من جانب المنتخب التونسي. واليوم آخر بروفة، آخر تحضيرات المنتخب وكذلك المنتخب الإسباني قبل موعد هام لتونس ضد أنجلترا وموعد هام لإسبانيا ضد البرتغال. وحان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. تقبل الله صيامكم بوفر الأجر والثواب وصحة شريبتكم، وأكيد متابعة رائقة أيضا صحة شريبتك رفقي لمباراة المنتخب التونسي والمنتخب الإسباني. صحة شريبتك عبد الرحمن، تحية متجددة لكل مشاهدي الوطنية الأولى. طبق كروي منتظر مع الإفطار، وإن شاء الله نتيجة إيجابية للمنتخب الوطني التونسي. مسك الختام، ختام الاستعدادات والتحضيرات، آخر مباراة ودية قبل المباراة الرسمية الأولى يوم 18 جوان أمام المنتخب الإنجليزي. بديناها مع إيران وديا ونختتمها مع الإسبان. عبد الرحمن، مباراة ودية الأخيرة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي قبل مواجهة المنتخب الإنجليزي. صحيح، وأحسن اختتام للتحضيرات في ملعب كراسنودار في جنوب روسيا. وبالطبع المنتخب التونسي تقريبا تشكيلة شبيهة برشا بالتشكيلة اللي باش تكون حاضرة يوم الاثنين المقبل أمام المنتخب الإنجليزي، ولو اليوم ما ثماش معاذ حسان، ثم أيمن المثلوثي في حراسة المرمى، لكن الأكيد الاستماع للنشيد الوطني التونسي والنشيد الوطني الإسباني. Звучит государственный гимн Испании. Please remain standing for the national anthem of Spain. أجواء أشبه بمباراة رسمية، المواجهة المنتظرة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الإسباني. والمنتخب الوطني التونسي بالأسماء التالية في المرمى: أيمن المثلوثي، معها علي معلول، ديلان برون على اليمين، في المحور سيام بن يوسف، ياسين مرياح، اليسار الصخيري الفرجاني الساسي، سيف الدين الخاوي، أنيس البدري، فخر الدين بن يوسف، ونعيم السليتي على البنك البدلاء، فاروق برمصة مع معز حسن، رامي البدوي، أحمد خليل، أسامة الحدادي، صابر خليفة، محمد أمين بن عمر، بسام الأسرار، في غيلان الشعلالي، حمدي النجاز، يوهان بن عنوان، ووهب الخزري. صح
صحيح تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. وبالنسبة للمنتخب الإسباني نذكر كذلك رفقي أنه بطل العالم 2010 فاز باللورو 2008 وأيضا اللورو 2012 وقبلها في الستينات كان فاز باللقب. إذن بسرعة تشكيلة ديخيا أودريوزولا بيكي راموس ألبا بوسكيتس الكانتارا أيضا دافيد سيلفا إيسكو وأندريس إنيستا المدرب هو خولن لوبيتيغي بتبع قائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس وقائد المنتخب الوطني التونسي عودة لأيمن المثلوثي رفقي بعد مباريات كان فيها معز حسين الحارس الأول ضد كوستاريكا ضد المنتخب البرتغالي وكذلك ضد المنتخب التركي وتذكير بتركيبة المنتخب الوطني التونسي المثلوثي بن يوسف مريح خاوي أيضا فخر الدين بن يوسف البدري بران علي معلول فرجاني سيسي لياس الصخيري ونعيم السليتي معناه معلول تقريبا 99% التشكيلة اللي باش تكون حاضرة ضد المنتخب الإنجليزي وبالطبع نجم نضيفولها وهبي الخزري يوم الاثنين 18 جوان في ملعب فولغوغراد وكان أمامكم ديخيا اللي هو أحسن حارس في البريمير ليج هذا الموسم قيمة النجوم اليوم اللي باش تواجه المنتخب التونسي نجوم كبار هذا الكانتارا متوسط ميدان باير ميونخ الالماني برشا نجوم هذا سيرجيو راموس ايضا ايسكو التركيبه بالنسبه لمنتخب لاروخا المنتخب الاسباني اللي واجه المنتخب التونسي مواجهه تعيد للاذهان اخر مواجهه بين المنتخبين سنه 2006 وبدايه المباراه قلت تعيد للاذهان مباراه الدور الاول المباراه الثانيه للمنتخب الوطني التونسي وقتها أمام المنتخب الإسباني مواجهة النجوم الكل يتذكر 71 دقيقة عالمية وقتها لنصور قرطاج ولكن في النهاية الانتصار كان إسباني ننتظر معطيات المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي والبداية إسبانية تقريبا 30 ثانية أولى في ملعب كروزنودار جنوب روسيا آخر مباراة ودية للمنتخب الوطني التونسي نذكر قبل المواجهة الأولى ضد المنتخب الإنجليزي هذا فخر الدين بن يوسف واضح أنه فخر الدين بن يوسف ماشي على الرواق اليمين نبيل معلول يدرك تماما أهمية المباراة أمام منتخب إسباني عتيد يضاهي تقريبا نفس المستوى مع المنتخب الإنجليزي أيضا مع المنتخب البلجيكي أكيد سيكون اختبار جديد مفيد بالتأكيد للمنتخب الوطني التونسي هذا ضغط من جانب نعيم السليتي واضح انه باش يكون هو المهاجم الصريح في تشكيلة المدرب نبيل معلول ممكن نفس الخصال تقريبا مع وهبي الخزري قصير نشيط ممكن هذا اللي خلى نبيل معلول يخير انه نعيم السليتي يمشي كمهاجم بينما فخر الدين بن يوسف عبد الرحمن اللي نعرفوه تكتيكيا يطلع بدور كبير على مستوى المساندة على مستوى المعاضدة يكون على الرواق اليمين على كل ننتظر الحوار التكتيكي والمواجهة الإسبانية التونسية في مباراة أخيرة قبل بداية المونديال عبد الرحمن صحيح وزوز فرق تحب التحكم في الكرة تحب البوسيسيون هو إيسكو ثم بوسكيتس معناها ركائز وسط الميدان ثم رافائيل الكانتارا مباشرة دافيد سيلفا لاعب آخر حاسم مع مانشستر سيتي أودريو زولا الظهير الأيمن الشاب للمنتخب الإسباني وحوار تكتيكي كبير حاليا في وسط الميدان البداية بمحاولة فرض النسق من جانب المنتخب الإسباني والكرة ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي من علي معلول مباشرة للكانتارا والكرة لصالح المنتخب الإسباني من خلال مخالفة لإيسكو كان سجل ثلاثية مع المنتخب الإسباني ضد المنتخب الأرجنتيني في شهر مارس الماضي رفقي والفوز العريض للمنتخب الإسباني 6-1 يقول المدرب لوبيتيغي أنه إيسكو يمنح الثقة للمدرب مش المدرب يمنح الثقة لإيسكو هو أمامكم كان حارس مرمى في معناها في سجله الكرة ولوبيتيغي وخذا مكانه منذ 2014 بعد انسحاب المنتخب الإسباني من الدور الأول أندريس إنيستا ترجع الكرة من سيام بن يوسف والكرة مباشرة لصالح المنتخب الإسباني قوة هذا المنتخب التحكم في الكرة في آخر مباراة المنتخب السويسري 70% نسبة التحكم في الكرة من جانب المنتخب الإسباني آخر كأس عالم لأندريس إنيستا 17 سنة في الليغا الإسبانية متكون في فريق برشلونة والتغطية
من جانب دفاع المنتخب التونسي وبالتحديد من ديلان برون، والعمل كبير من جانب دفاع المنتخب التونسي لتفادي هذا التحكم في الكرة من جانب المنتخب الإسباني. والكرة إسبانية والمباراة الأخيرة الودية أمام المنتخب السويسري، صحيح أن المنتخب الإسباني اكتفى بالتعادل لكن ضغط وخلق برشا فرص وضيع عديد الفرص، والهدف نذكر رودريو زولا هو من سجل هدف لاروخا أمام المنتخب السويسري. بادي بامتلاك الكرة المنتخب الإسباني تحت أنظار المدرب التونسي نبيل معلول. بوسكيتس في وسط الميدان، الضغط من إلياس السخيري، الضغط من متوسط ميدان مونبيليه الفرنسي بنفس الخصال مع بوسكيتس، متوسط ميدان دفاعي المخالفة لمتوسط ميدان برشلونة وبداية الهجمة إسبانية، والضغط تونسي. أندرياس إنييستا عنده الكرة، كرة بينية، حذاري من ارتكاب المخالفات قريبة من منطقة الجزاء، والمخالفة بعد تدخل سيام بن يوسف على رودريجو مورينو. وهاجم فرنسا الإسباني في الإعادة والعرض البطيء، واضح التدخل ممكن حب يتجنب الخطورة، لكن شوفوا التمريرة من الرسام إنييستا. آخر مونديال للإسباني، من سجل هدف يعني كأس العالم سنة 2010 ولقب تاريخ عبد الرحمن للمنتخب الإسباني في نهائي مثير أمام المنتخب الهولندي. صحيح، في الوقت الإضافي الكرات الثابتة خطيرة مع صعود أيضا بيكي على مستوى محور دفاع المنتخب التونسي، والمخالفة المرتكبة من سيرجي بوسكيتس، والده كان حارس مرمى كذلك. برشا حكايات تاع حراسة مرمى في إسبانيا، والده كان حارس مرمى المنتخب الإسباني للأمال بعد لقاءات في المنتخب الأول، وكان حارس في فريق برشلونة، وبرشلونة دائما يكونوا الحراس ممتازين، آخرهم ديرستيغن الحارس الألماني، وأندوني زوبي زاريتا سابقا في التسعينات، والحارس فالديس مع بيب غوارديولا. نسبة تحكم كبيرة من جانب المنتخب الإسباني. الكانتارا إلى سيرجيو راموس، المرور عبر إيسكو، برشا تغييرات رفقي من جانب المنتخب الإسباني. كنا نشوفه في إيسكو تقريبا من الجهة اليمنى، هو عملية ثنائية مع أندريس إنييستا ثم جوردي ألبا لاعب السابق لفالونس وبرشلونة حاليا سيرجيو راموس. كرة مباشرة إلى الكانتارا، لاعب تياغو الكانتارا شقيقه هو رافائيل الكانتارا، يلعب في فريق انتر ميلانو ووالده برازيلي، والد معناها تياغو الكانتارا برازيلي، كان مع المنتخب البرازيلي وهو اختار الجنسيه الاسبانيه، محترف في بايرن ميونخ. جوردي ألبا للمنتخب الاسباني، ترجع الكره من سيام بن يوسف ثم السخيري، ديلان برون. هذه وضعيات معناها نتاع لقاءات نتاع كاس عالم، والمنتخب التونسي قادر على رد الفعل. نشوفوا المحاولة في الترويض إلى حد الآن، والاستماتة من أنيس البدري ثم فرجاني ساسي لياس السخيري، مباشرة محور دفاع المنتخب التونسي من ياسين مرياح ثم سيام بن يوسف لياس السخيري. واضح المنتخب التونسي بلمسة واحدة الكرة نجم يخرج من هذه الوضعيات. هو علي معلول يربح المساحات من الجهة اليسرى ثم أنيس البدري في موقع محوري في هجوم المنتخب التونسي، ثم نعيم السليتي لعب برشا وراء المهاجم السناء مع فريقه ديجون، معناها مش غريب عليه هذه الوضعية الهجومية. فخر الدين بن يوسف ومباشرة التماس لصالح المنتخب الإسباني. المنتخب التونسي حب هو يمشي حاليا لمناطق المنتخب الإسباني. منتخبنا يسعد للهجوم في كرة أخيرة، وتقريبا في مثل هذا التوقيت سنة 2006 الدقيقة الثامنة تمكن المنتخب الوطني التونسي من افتتاح باب التسجيل، وقت عن طريق جوهر المناري بعد عمل كبير من زياد الجزيري. الكل يتذكر تلك المباراة، آخر مباراة بين المنتخبين. جوردي ألبا دائما من الجهة اليسرى إلى بوسكيتس، كرة لألكانتارا، الفرجاني ساسي ياخذ الكرة ليس البدري، الفرجاني بين ثلاثة ملاعبية لكن كرته خاطئة، ياخذها بيكي إلى دافيد سيلفا إلى إنييستا. إيسكو 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 الهجمة إسبانية، ديلان برون ثابت إلى حد الآن في تدخلاته، لكن حذيري من المنتخب الإسباني، والركنية الركنية للمنتخب الإسباني بعد تدخل ناجح من سيام بن يوسف. الركنية للمنتخب الإسباني، تنفيذ ثنائي
بين سيلفا ويسكو. أمامكم الكرة الإسبانية داخل منطقة الجزاء. حذاري من مثل هذه الكرات، يلزم الدفاع يكون ثابت يقظ فايق. وضعيات صعبة لدفاع المنتخب الوطني التونسي مع بداية المواجهة. راموس اللي يسعد للمساندة، تكتل دفاعي واضح من جانب المنتخب الوطني التونسي، وواضح وأن المنتخب الإسباني يمتلك الكرة. وهذه الأسلوب الواضح لمنتخب لاروخا، يمتلك الكرة، تبادل الكرات أكثر وقت ممكن بين الملاعبية، محاولة خلق المساحات الشغرة في الدفاع. إلى حد الآن تقريبا المنتخب الوطني التونسي يدافع بسترين أمامكم على الصورة، واضح أن المنتخب التونسي يلعب على إمكانياته. المنتخب الوطني التونسي يبحث على خلق المنافذ. عبد الرحمن المودية، المرمى أيمن المثلث. صحيح، وتبقى مباراة تحذيرية أخيرة قبل مباراة المنتخب الإنجليزي، وكذلك ينتظر المنتخب الإسباني لقاء هام يوم 15 جوان المقبل في سوتشي أمام المنتخب البرتغالي. سيرجي بوسكيتس إلى أودريو زولا، مكان كارباخال من الجهة اليمنى لدفاع المنتخب الإسباني. هذا اللاعب القادم من ريال سوسيداد في الليغا الإسبانية، هو لاعب شاب وسجل في آخر لقاء أمام المنتخب السويسري بتصويبة. أمامكم ثنائي الرائع مع فريق ريال مدريد، أسينسيو ولوكاس فاسكيز، ثنائي تميز مع زين الدين زيدان المغادر لفريق ريال مدريد بعد 3 ألقاب متتالية في كأس الأبطال، و4 ألقاب للريال منذ 2014، وسيطر بالمناسبة الأندية الإسبانية على المسابقات الأوروبية. ثنائي سناء بين أتلتيكو مدريد والريال في الأوروبا ليج والشامبيونز ليج. وبالطبع هذا الطبع يذكرنا ببرشلونة، بمركز تكوين الشبان اللي معناه سهر عليه يوان كرويف الهولندي سابقا، وتخرج منه عديد اللاعبين كيما ميسي، إنيستا، شافي، وأيضا غوارديولا وبوسكيتس وجيرار بيكي. ودائما نفس الميزة المنتخب الإسباني، هي نسخة متبقى الأصل من برشلونة، ولو أنه لوبيتيغي غير شوية من طريقة المنتخب الإسباني، لكن تبقى البوسيسيون هي الميزة لهذا المنتخب. مورينو إلى إيسكو، والخروج للحارس أيمن البلبولي. 70 مقابلة دولية قبل هذا اللقاء، نشوفوا التمريرات والحلول، نشوفوا الفنيات من دون أندريس إنيستا اللي باش يحترف في اليابان بعد نهاية التجربة مع برشلونة والمنتخب الإسباني. فخر الدين بن يوسف للمنتخب التونسي، وتغطية من جوردي ألبا أساسي مع برشلونة. نذكروا رفقي أيضا رينا أمامكم حارس معروف، سينتقل لميلان في البطولة الإيطالية بعد تجربة مع نابولي، لعب مع فريق ليفربول. معنى قيمة الرصيد البشري للمنتخب الإسباني، معنى 7 لاعبين من برشلونة فازوا بالبطولة العالمية. وحاليا البدري للمنتخب التونسي، والمحاولة والحارس دخية، الوضعية سانحة للفرجاني ساسي، لكن لقى حارس عملاق مش بمثل هذه التصويبة باش تغلط دخية. وضعية ممتازة للفرجاني ساسي بعد الصعود من أنيس البدري، والمنتخب التونسي كان ينجم يسجل. واضح التركيز كبير من احتياطي المنتخب التونسي. وضعية ممتازة رفقي، معناها عمل كل شيء أنيس البدري، كرة في طبق لفرجاني ساسي، وتصويبة ما كانتش قوية لمغطى الحارس في قيمة دخية. والمشهد يتكرر، لكن مش بمثل النهاية في 2006. مهاجم اسمه زياد الجزيري مهد لمتوسط ميدان لاعب ارتكاز جو المناري، والنتيجة كانت في الشباك. بنفس الأسلوب مهاجم اسمه أنيس البدري يوزع ويجيب الفرصة في اتجاه الفرجاني ساسي، لكن تصويبته كانت ضعيفة. تقريبا الفرصة الأولى في المباراة الواضحة، لكن الفرجاني ساسي تصويبته لم تكن قوية مش بمثل هذا الأسلوب باش تنجم تباغت حارس الخبرة كما حارس مانشستر يونايتد ديخية. الكرة إسبانية إلى الكانتارا، كانت المحاولة من الفرجاني ساسي لقطع الكرة، يرجع فخر أوسيام بن يوسف ثابت في اقتراس الكرة، والهجمة التونسية يلزم ياخذوا ثقة الملاعبية، يلزم الصعود للهجوم، لا نكتفي بالدفاع. كرة من نعيم السليتي إلى أنيس البدري، يلا يا أنيس امشي يا بدري، وما يخلطش عليها فخر الدين بن يوسف. باهية المحاولات للمنتخب الوطني التونسي، باهية أخذ الثقة بالنسبة لملاعبية المنتخب الوطني التونسي. ممكن فرصة الفرجاني ساسي تنجم تعطي ثقة للملاعبية، خطأ من دفاع المنتخب الإسباني، يقتنص الكرة أنيس البدري، يعطي التمرير للفرجاني ساسي. أمامكم الإعادة، العرض البطيء والتصويبة اليسارية،
كانت سهلة عند ديخية حارس مرمى المنتخب الإسباني وتتواصل تعليمات المدرب التونسي نبيل معلول. اختبار جدي مفيد من العيار الثقيل أكيد باش تكون له منفعة كبيرة قبل الدخول في الرسميات. هي آخر مواجهة ضمن الوديات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، وهذا سيف الدين الخاوي مرة أخرى أساسي في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي بعد التدخل الأخير على إيسكو. هذا كارفاخال في على بنك البدلاء، وحسب التصريحات نتاع مدرب المنتخب الإسباني باش يكون جاهز 100% للمباراة الثانية، مش باش يكون جاهز لمواجهة المنتخب البرتغالي. عبد الرحمن صحيح، ومباراة تاريخية كذلك بين المنتخب الإسباني والمنتخب المغربي، باعتبار انه المنتخب المغربي لقاء الاول سيكون ضد منتخب ايران، وسبق المغرب كذلك ساحة البرتغال 1986 في مكسيكو. ايسكو من جديد، شوفوا البرميوتاسيون والتغييرات في المراكز بلاعبي المنتخب الاسباني، يمشي للجهه اليمنى وهو اللي يضغط اندريس انيستا، ايضا جوردي البا قريب من ديلان بران وفخر الدين بن يوسف. المحاوله في تجاوز سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد منذ 2005 وقادما من إشبيلية. أمامكم لوبيتيغي كان مدرب مع فريق بورتو، ثم أخذ مكان فيتشنتي ديل بوسكي بعد انسحاب المنتخب الإسباني من الدور الثمن نهائي من كأس أمم أوروبا 2016 اللي دارت في فرنسا، وكان انسحاب أمام المنتخب الإيطالي، وتألق المنتخب الإسباني مع لوبيتيغي في تصفية كأس العالم. أيضا سجل 60 هدف مع لوبيتيغي جيرار مورينو أمام ياسين مرياح، تألق مع فالنسيا هذا الموسم، والكرة ترجع لصالح المنتخب التونسي. اختاروا أساسي اليوم مكان دييغو كوستا مدرب المنتخب الإسباني ومهاجم أتلتيكو مدريد. ديلان برون مباشرة التغطية من سيرجيو راموس والتماس لصالح المنتخب الوطني التونسي. المنتخب التونسي تجاوز العشر دقائق الأولى الصعيبة أمام المنتخب الإسباني، وتوا ينجم يمشي لمرمى الحارس دخية. شفنا الهفوة اللي حاول استغلالها نيسا البدري، والمحاولة من جانب فرجاني ساسي أمام أودريو زولا. أنيسا البدري في نفس المستوى في فورمة كبيرة في اللقاءات الودية الأخيرة، جسم وصوب ونجح أمام البرتغال وكذلك تركيا. علي معلول أيضا شفناه يمشي مباشرة إلى أودريو زولا، هو يربح تماس آخر المنتخب الوطني التونسي مباشرة وحصريا اللقاء في تونس مباشرة من ملعب كراسنودار. الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، علي معلول، نعيم السليتي كرة ممتازة والكرة خارج الميدان من فخر الدين بن يوسف، معناها في طبق من جانب نعيم السليتي، ثم المساحات للمنتخب التونسي وثم الحلول. ممتاز نعيم السليتي، تمريره ممتازه جدا تاع لاعب محترف من طراز عالي امامه بيكي، لكن خرج الكره لفخر الدين بن يوسف اللي هو ورا معناها في خطه قلب هجوم المنتخب التونسي، يخرج من انكماشه امام المنتخب الاسباني ويوري انه نجم يسير نسق كذلك. ايسكو في محاوله لعكس الهجوم، ترجع لنعيم السليتي والمنتخب التونسي حاليا في مناطق المنتخب الاسباني. نعيم السليتي يقود الهجمة التونسية من الرواق اليمين، أحسن أداء المنتخب الوطني التونسي مقارنة بالدقائق الأولى بعد ما قبل ضغط المنتخب الإسباني. وخلينا نشوفوا في بعض المحاولات المنتخب الوطني التونسي، هذه واحدة منها الفرجاني إلى فخر الدين بن يوسف اللي يمشي كقلب هجوم، ممكن تبادل المراكز بينه وبين نعيم السليتي، وشفنا نعيم السليتي في التمريرة الأخيرة ونعيم مرر إلى فخر الدين اللي ما راودش الكرة وفوت على نفسه ممكن فرصة تسجيل هدف الأول المنتخب الوطني التونسي. كرة إلى علي معلول من الرواق اليسار إلى ياسين مرياح، يلزم المنتخب الوطني التونسي يحاول، هي مباراة إعدادية ودية تحضيرية للرسميات، يلزم المنتخب الوطني التونسي يحاول أمام منتخب إسباني يبقى مرشح لنيل اللقب العالمي. منتخب إسباني كان تحصل على لقب كأس العالم سنة 2010 وعنده في رصيده ثلاثة ألقاب ضمن كأس أمم أوروبا. هذا جيرار بيكي مدافع البارسا ثقت من نعيم السليتي إلى ديخية قبل ما تخرج خارج الميدان. سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني، وراموس كان موجود في التشكيلة الأساسية سنة 2006
عند مواجهة المنتخب الوطني التونسي في مونديال ألمانيا. الفرجاني يعمل الضغط ممتاز. يلا يا فرجاني امشي يا فرجاني. الفرجاني يا ساسي إلى أنيسة البدري نعيم وفوق العارضة به الكرة الأخيرة. الضغط كان من الفرجاني ساسي والمحاولة مرة أخرى تونسية تحت أنظار المدرب الإسباني. البداية كانت من الفرجاني، العرضية من أنيسة البدري والمحاولة كانت من نعيم السليتي. بدأ ياخذ في الثقة المنتخب الوطني التونسي وهذا المطلوب تقريبا بعد 10 دقائق قولة كانت صعيبة. اكتفينا بالدفاع ولينا نطلعوا للهجوم ولينا نخلقوا في بعض المحاولات عبد الرحمن. صحيح، وخاصة من جهة أودريو زولا الظهير الأيمن للمنتخب الإسباني. أنت قلت على 2006 كان التألق لفرناندو توريس وراول غونزاليز بلانكو ليسجلوا أهداف المنتخب الإسباني أنذاك مع المدرب لويس أراغونيس اللي كان فاز مع المنتخب الإسباني بكأس أمم أوروبا 2008، وسجل فرناندو توريس ضد المنتخب الألماني وقتها شابي ألونزو شافي وأيضا دافيد فيا، أسماء كبيرة كانت في المنتخب، والحارس التاريخي إيل كيركاسياس صاحب 160 مباراة، وخلفه حاليا في حراسة المرمى ديخيا من أبرز الحراس في العالم ومطلوب في ريال مدريد، وسنة مع تم اختياره أحسن حارس في البريمير ليغ مع مانشستر مع جوزي مورينيو. الهفوة من ديلان برون على جوردي ألبا القادم من فالنسيا إلى برشلونة وأساسي هذا الموسم مع المدرب فالفيردي. سيرجي بوسكيس إلى سيرجيو راموس بعد إشبيليا ريال مدريد 151 مباراة مع المنتخب الإسباني. إيسكو مباشرة إلى الفنان دافيد سيلفا، لاعب رائع دافيد سيلفا مع مانشستر سيتي. التوزيعة ترجع من ياسين مريح مستميت حاليا دفاع المنتخب الوطني التونسي، ودافيد سيلفا هو الهدف الحالي للمنتخب الإسباني مع لوبيتيغي وسجل 11 هدف، والمنتخب الإسباني منذ 2016 سجل 60 هدف مع المدرب لوبيتيغي. جوردي ألبا توزيع على مستوى القائم الأول، والحارس أيمن المثلوثي كرة ما وصلتش إلى المهاجم الأول للمنتخب الإسباني حاليا رودريغو مورينو لاعب فالنسيا الإسباني. وإعادة من جديد للتوزيع من جوردي ألبا، وبطبع غياب موراتا غياب فابريغاس على القائمة رفقي من جانب المنتخب الإسباني، أيضا ماركوس ألونسو معناها الأسماء والأماكن غالية في المنتخب الإسباني ما بعد شافي ما بعد شابي ألونزو. لكن دائما كالنكهة متاع أو الطابع متاع برشلونة متاع الكرة الشاملة والبوسيسيون اللي أسسها جوان كريف 1992 مع فوز برشلونة بكأس الأبطال، والبوسيسيون أمامكم التحكم واضح من جانب المنتخب الإسباني حاليا رفقي. لكن المنتخب التونسي ضيع فرصة أولى، وكذلك السليتي كان قريب من مرمى ديخيا، وزي المباريات اللي بشراوها ومستوى منافسي المنتخب التونسي في كأس العالم. والمنتخب يعود للدفاع والمنتخب الإسباني يعود للهجوم، يعود للثقل تفيد سيلفا العرثية. رودريغو حذاري حذاري من رودريغو مورينو وهجم فرنسا. جوردي ألبا إلا إنيستا مع فخر الدين بن يوسف دائما الثقت إسباني. شوفوا راموس فوق العارضة، التصويبة من سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني ليسعد الهجوم. هذا العرض البطيء والإعادة لتصويبة راموس فوق العارضة، كرة خارج أرضية الميدان. ضربة 550 المنتخب الوطني التونسي. احنا بالنسق القوي رفقي نسينا الثلاثي التحكيم، معناها الحكم الرئيسي هو نيويز الهولندي، يان دي فريز المساعد الاول، وشغل شاب هو المساعد الثاني، طاقم تحكيم هولندي. معناها كيما الكرة الشاملة كيما الكرة الكلية في هولندا وفي اسبانيا، وحتى طاقم تحكيم معناها يحب الكرة الشاملة. واكيد الحكم يذكر أن المنتخب الاسباني هو اللي حرمه من لقب العالمي 2010 سنة 2010، وانتصار تاريخي للمنتخب الاسباني لاروخا، هدف دون مقابل من اقدام الرسام إنيستا. كرة إسبانية، بدينا نقرب من 25 دقيقة لعب في الفترة الأولى. نذكر لكل مشاهدي ومتابعي الوطنية الأولى دائما التعادل دون أهداف بين المنتخب الإسباني وبين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الإسباني. كرة من اليمين يركز على الشير اليمين والموجود دافيد سيلفا مع أنيسة البدري، ممكن بتعليمات من الإطار الفني بتعليمات من المدرب نبيل معلول
أنيس البدري، فخر الدين بن يوسف الثنائي اللي يرجع لمساندة علي معلول من اليسار، وأيضا ديلان برون من الرواق اليمين. هذا علي معلول اللي يجد نفسه مرة أخرى في التشكيلة الأساسية، بينما جهة اليمين ممكن الخيار والاختيار بالنسبة لنبيل معلول إما لديلان برون أو لحمد النقيز، ممكن هذا حسب المنافس عبد الرحمن. صحيح، ونشوفوا الجهة اليمنى اللي أصبح فيها أندريس إنيستا، أودريو زولا، وأيضا دافيد سيلفا. معناها يزن برشا عمل من الجهة اليسرى لدفاع المنتخب الوطني التونسي. أندريس إنيستا يشكل ثلاثي تاريخي في برشلونة مع شيتعاودو مع شافي وكذلك بوسكيتس في الفترة متاع غوارديولا، معناها وخاصة فوز بكأس الأبطال 2009 و2011 وقبل 2006 مع المدرب رايكارد. إيسكو، كرة ما توصلش إلى رودريغو مورينو وتتقص من جانب سيام بن يوسف ثم علي معلول، وضغط من جديد من دافيد سيلفا ورودريغو مورينو كان سجل ضد المنتخب الألماني. ديلان بران مباشرة اليسا السخيري يحاول مسايرة نساق اليسا السخيري في الجاني سيسي، مباشرة علي معلول من الجهة اليسرى لهجوم المنتخب الوطني التونسي في الجاني سيسي، ثم نعيم سليتي يتحرك برشا، نعيم سليتي أليز أمام المنافس، لكن الاختيار الأخير من جانب فرجاني سيسي للحارس دخايا مباشرة إلى سيرجيو راموس، إلى إيسكو لاعب سابق في سيلتا فيغو أيضا في مالاغا منذ 2013 مع فريق ريال مدريد، لاعب ممتاز جدا، معناها منافسة كبيرة باش تعرفوا اللي إيسكو أساسي في المنتخب الإسباني ومش دائما أساسي مع زيدان في فريق ريال مدريد مع مودريتش وكروس وكازيميرو والثلاثي بيل وبنزيما وكريستيانو رونالدو. خرج في الشوط الثاني وبيل هو اللي حسم اللقاء أمام ليفربول في نهائي كأس الأبطال. وقيمة الأسماء في المنتخب الإسباني، المنتخب التونسي دافع حتى بسيف الدين الخاوي، أيضا برشا جهد بدني للياسا السخيري أمام تياغو ألكانتارا، أمام بوسكيتس، أمام إيسكو، أمام دافيد سيلفا. هو الصعود من بيكي لاعب سابق لمانشستر يونايتد منذ 2008 مع فريق برشلونة، يشكل الثنائي حاليا مع سيرجيو راموس، رغم قبل معناها رفقي الخلافات بلاعبي المنتخب الإسباني معناها ريال مدريد وبرشلونة، وأثرت سابقا على أداء المنتخب، لكن منذ 2010 الوئام بين نجوم برشلونة وريال مدريد. ونعيم سليتي في الحوار مع سيرجيو راموس والمخالفة لصالح المنتخب الإسباني. المخالفة للمنتخب الإسباني تامر التعادل دون أهداف بين المنتخبين. نذكر أن المنتخب الوطني التونسي أول مباراة رسمية ضمن المونديال ضمن الدور الأول ستكون نهار 18 جوان أمام المنتخب الإنجليزي 7 متاع العشية، بينما أول مباراة المنتخب الإسباني ستكون أمام المنتخب البرتغالي ديربي شبه الجزيرة الإيبيرية، المواجهة البرتغالية الإسبانية. نعود للمواجهة التونسية الإسبانية على الأراضي الروسية، كرة من سيف الدين الخاوي مقطوعة من بوسكيتس، يحاول المرور لكن يرجع يصلح الغلطة، برافو لسيف الدين الخاوي، التمرير إلى نعيم السليتي، ثم على اليمين ديلان برونو وفخر الدين بن يوسف، يمشي يا روج يمشي يا فخر الدين، العرضية ما خسرش لشكون فخر الدين كما جات حب العرضية، وعلي معلول للفرجيني سيسي، الحوار الصراع على الكرة ولمسة اليد والمخالفة للمنتخب الإسباني، يربح الكرة الكانتارا، يأخذ الكرة البرازيلي اللي خير اللعب للمنتخب الإسباني، نفس القرار للمهاجم دياغو كوستا اللي سنة 2013 كان لعب بزي المنتخب البرازيلي تقريبا، لعب زوز مباريات ثم خير الانضمام للمنتخب الإسباني. وهي واقعة رفقي أنه مازينيو والد تياغو ألكانتارا فاز بكأس العالم 94 مع المنتخب البرازيلي، وتياغو ألكانتارا بطبع من أبرز اللاعبين اللي عندهم مستقبل، فازوا أيضا باللورو مع المنتخب الإسباني وبالتشامبيونز ليج، معناها الوالد كان متميز في البرازيل وابنه متميز في البايرن وبرشلونة والمنتخب الإسباني. أيضا ماركو سينا ذكروه مع المنتخب الإسباني في سنوات سابقة، برازيلي لعب بزي المنتخب الإسباني، أكيد أنه برشا ملاعبية خير اللعب لمنتخبات أخرى مش لمنتخبات بلادهم. صحيح، واليوم أحسن اختبار للمنتخب التونسي مع منتخب مستوى عالي وعالي جدا هو المنتخب الإسباني، وهكا بشكون المنافسة والأدفيرسيتي ضد المنتخب
المنتخب الانجليزي وكذلك المنتخب البلجيكي، منتخبات تحب تتحكم في الكره، تحب هي معناها تحكم في المباراه، وانت يزمك عندك الاليه التكتيكيه. شفنا حتى فخر الدين بن يوسف بحذا ديلان برون معناها في التغطيه من الجهه اليسرى اللي فيها البا وساعات انيستا وايضا ايسكو، معناها مباراه في مستوى عالي اليوم، مفيده جدا للمنتخب التونسي واحسن تقييم للمدرب نبيل معلول لاختياراته للطريقه التكتيكيه، ايضا للوضعيه النجم يلقاها امام منتخب انجليزي تغير. ما عادش شكل المنتخب الانجليزي نتاع الكيكاندراش معناها قبل، منتخب يلعب كره تتماشى مع متطلبات معناها الفتره ذي نتاع كره القدم العصريه، وخاصه ينتج فريق 3-5-2 مع لاعبين عندهم فنيات كيما هاري كين ورحيم ستيرلينغ. الى حد الان المنتخب الوطني التونسي ناجح ضد المنتخب الاسباني تقريبا نصف ساعه اولى في الفتره الاولى، نذكر دائما التعادل دون اهداف، ومهم جدا انك تلعب مع منتخبات كبيره في الوديات قبل الدخول في الرسميات. البارح شفنا المنتخب السعودي امام المنتخب الالماني، نجح تكتيكيا المنتخب السعودي واكدوا انه جاهز بالامكانيات اللي عنده، ونتيجه 2-1 تبقى نتيجه ممتازه جدا لمنتخب المملكه العربيه السعوديه. صحيح، والمنتخب التونسي ساعات يلعب 4-2-3-1 في وضعيات كما نشوفوها 4-3-3، المنتخب الاسباني 4-3-3 او 4-2-3-1 معناها الطريقه المحبذة من جانب المدرب لوبيتيغي، لكن كي تقابل فريق عنده نسبه تحكم كبيره في الكره يزمك تكون ايضا جهد كبير في استرجاع الكره، خاطر المنافس يقضي اكثر وقت في التحكم في الكره وذاك يتطلب جهد كبير، والمنتخب التونسي على ابواب مباراه كبيره امام المنتخب الانجليزي. حسب الملامح انه المنتخب الاسباني ينجم معناها الركائز تتغير في الشوط الثاني ويشوف بعض الحلول المدرب لوبيتيغي قبل مباراه البرتغال في سوتشي يوم 15 جوان المقبل. دافيد سيلفا ثم اندريس انيستا وايسكو، ايسكو مباشره التغطيه الاخيره والركنيه والتغطيه من ديلان برون. شفنا ايسكو هو تقريبا في وضعيه قلب هجوم، ومورينو كان على مستوى القائم الثاني، نشوفوا المحاوله الاخيره وايسكو هو اللي دخل الى مناطق المنتخب التونسي، والمجهود من جانب اندريس انيستا اكيد صعب تعويضه في كرة القدم الإسبانية والأوروبية. وتجاوزنا نصف ساعة لعب في هذه الفترة الأولى، المنتخب التونسي مازال متعادل في كراسنودار في هذا اللقاء الحصري في تونس، شاهدوه حصريا في تونس، والتعادل 0-0. أودريو زولا مجهودات كبيرة، وأكيد كارباخال إذا يتعافى من الإصابة يرجع، أندريس إنيستا معناها أغلب فترات الشوط الأول. المنتخب الاسباني كره دور بين بوسكيت سيرجيو راموس اندريس انيستا، هذه الميزه الكبيره للكره الاسبانيه في العشر سنوات الاخيره. ثم جوردي البا، البا والتمريره الى راموس، دائما المنتخب الاسباني يمتلك الكره، وهذه قوه المنتخب الاسباني عبر التاريخ، نفس الاسلوب، كره لايسكو، العوده لجيرار بيكي لكن مقطوعه من فرجيني سيسي، البحث عن موسيند، البحث عن حلول، والكانتارا يرتكب الخطا، يرتكب المخالفه على متوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي، واضح التدخل من الخلف على فرجيني سيسي، والمخالفه للمنتخب الوطني التونسي انخفض بشكل كبير، نسق وريتم المباراه، هي مباراه تعداديه تحضيريه، ممكن الخوف ايضا من الاصابات قبل فتره حساسه، قبل ايام معدوده على بدايه المغامره ضمن المونديال، ورمية التماس في تنفيذها ديلان برون العائد للتشكيلة الأساسية بخصال دفاعية. ديلان برون اللي يلعب ينجم يلعب في محور الدفاع، أيضا ظهير أيمن شفناه مع لاكونتواز في البطولة البلجيكية، واحد من بين اللاعبين ينجم يعول عليهم ويعمل عليهم المدرب نبيل معلول، مع حمدي لنقيز على الرواق اليمين، الهجمة من دافيد سيلفا، تبقى الكرة الإسبانية، حذيري من العرضيات، ثابت الحارسين من المثوثي بدوره عائد للتشكيلة الأساسية بعد ما شفنا عبد الرحمن معز حسن في زوز مباريات متتالية، يعود حارس الخبرة أيمن المثوثي، والسؤال من سيتولى
حمايه شباك المنتخب الوطني التونسي في اول مباراه ضمن المونديال. عبد الرحمن انت والمنافس معناها وانت والطريقه المتوخاه من المنافس تحدد كذلك نوعيه الحارس اللي يكون حاضر امام المنتخب الانجليزي. يلعب برشا على هاري كين، يلعب برشا على الصعود نتاع الاظهره كيما تريبر وايضا اشلي يونغ، وجود رحيم ستيرلينغ، وجود لينغارد، راشفورد، اسماء كبيره تحب ايضا التوغلات. معناها مباراه تكون صعيبه للمنتخب التونسي امام المنتخب الانجليزي. حاليا علي معلول، نعيمه سليتي امام جيرار بيكي، علي معلول، الوضعيه سانحه لوضع فرصه للمنتخب التونسي، فرصه كبيره للمنتخب التونسي. نعيمه سليتي مره اخرى، معناها قلت امكانيه احراز، معناها وضعيه سانحه امام مرمى الحارس دخية مره اخرى. جهه اودريو زولا فيها خدمه كما يقال، والتدخل الاخير من جانب دفاع المنتخب الاسباني في تفادي وضعيه سانحه. نشوفوا نعيمه سليتي الصعود والتايمينج ممتاز لعلي معلول، التوزيع من علي معلول والمحاوله من الثنائي نعيمه سليتي وفخر الدين بن يوسف، وضعيه سانحه وثم هفوات في محور دفاع المنتخب الاسباني. ونعيمه سليتي فوت فرصة كبيرة أمام الشباك وكان متأخر شوية دخية، والمنتخب التونسي معناها برشا مشاكل حاليا يشكل فيها على دفاع المنتخب الإسباني، ويلقى في الثغرات ولا يلقى في الثغرات أمام جيرار بيكي، أمام سيرجيو راموس أيضا معناها متأخر أودريو زولا في الرجوع، ألبا ما كانش في التغطية. المنتخب التونسي بعد ال 20 دقيقة الأولى نتاع التحكم في كرة المنتخب الإسباني، الجهة اليسرى هي قوية حاليا مع نعيم سليتي، أنيس البدري وكذلك علي معلول. تقريبا مصدر الخطورة الرواق اليسار المنتخب الوطني التونسي، وقت اللي الملاعبية ياخذوا الثقة يمشيوا للهجوم ينجموا يخلقوا الخطر على مرمى ديخية. هذا جوردي ألبا بعد تعرضه للإصابة في اللقطة الأخيرة، كانت كرة عرضية من علي معلول، حاول نعيم سليتي والهجمة بداها نعيم وكاد يختمها نعيم ايضا في شباك دخية، وضربه المرمى للمنتخب الاسباني. وقت اللي المنتخب الوطني التونسي يصعد للهجوم يكون قادر على خلق الخطر على مرمى دخية حارس مانشستر يونايتد. الهجمه اسبانيه ولكن الدفاع التونسي، المنتخب الوطني التونسي لا ينهزم مع نبيل معلول بين رسميات ووديات. ان شاء الله منتخبنا ينجح في الخروج بنتيجة إيجابية تكون مهمة جدا للمعنويات قبل ملاقاة المنتخب الإنجليزي. دائما امتلاك الكرة للمنتخب الإسباني من راموس البيكي، من مدافع الريال إلى مدافع برشلونة، إيسكو إلى إنيستا، الضغط من جانب فخر الدين بن يوسف، أيضا سيف الدين الخاوي، الملاعب اللي في مباريات سابقة ما شفناش الخاوي يضغط، لكن الوقت اللي تلاقي منتخب بمثل خطورة المنتخب الإسباني، بمثل قيمة المنتخب الإسباني، الكل يدافع. حذيري من هاتي الهجمة الإسبانية قريبة من منطقة الـ 18، إنيستا، الكرة الإسبانية ما ثماش التسلل لإيسكو، والتدخل من فخر الدين بن يوسف، ثابت فخر الدين بن يوسف في الكرة الأخيرة، لكن الكرة الثانية تبقى للمنتخب الإسباني من حين لآخر. المنتخب الإسباني عبد الرحمن يضغط هذه محاولة، والحمد لله أنه أيمن المثلوثي ثابت في الكرة الأخيرة. صحيح، شفنا حتى على مستوى الدوزيام بال وفوة في إخراج الكرة من الدفاع من جانب المنتخب التونسي، وحاليا إمكانية عكس الهجوم من سيف الدين الخاوي. سيف الدين الخاوي ثم نعيم السليتي وألبا في التدخل، ونعيم السليتي أمام سيرجيو راموس. نعيم السليتي تلب الكرة من فخر الدين بن يوسف، يحافظ على الكرة نعيم السليتي، ممتازة تغيير وجهة الكرة مباشرة إلى أنيس البدري. أنيس البدري أمام أودريو زولا، التوزيعة والتدخل من جيرار بيكي، وترجع لأنيس البدري توزيعة أخرى وتدخل ثاني من جيرار بيكي، مباشرة علي معلول المنتخب التونسي. الإجابة بعد المحاولات من جانب المنتخب الإسباني، ودائما الجهة اليسرى تصنع الخطر من جانب المنتخب التونسي. الصعود لسيام بن يوسف الدقائق الأخيرة للشوط الأول، المنتخب التونسي يرفع في النساق وقت يمشي إلى مناطق المنتخب الإسباني، لكن لم يستغل الوضعية الأخيرة، والكرة من نعيم السيتي رجعها إلى أنيس البدري، وتدخل مارتين من جيرار بيكي، ونشوفوا المجازفة من ياسين مرياح. الكرة من إيسكو مباشرة إلى إنيستا، ياسين مرياح يتدخل. في مثل هذه المباريات يلزمك تبعد الكرة، خاصة مع قيمة استرجاع الكرة من فريق المنافس.
معناها الرولانس الخاطئه من ياسين مريح كانت لازم تكلفنا معناها وضعيه صعيبه، والتوزيعه اللي تمكن من تداركها خاصه وراه كان قلب هجوم فريق فالنسيا في الليغا الاسبانيه رودريجو مورينو من مفاجات لوبيتيغي. بالنسبه لهذه القائمه قائمة المنتخب الإسباني في محاولة لتدارك الانسحاب المر منذ الدور الأول 2014 والهزيمة الكبيرة بالنسبة لفيتشنتي ليدبوسكي 5-1 أكيد تاريخية، ما ننساش المنتخب الإسباني أمام المنتخب الهولندي مع روبن وكذلك فان بيرسي. جيرار بيكي لعب في مانشستر يونايتد ثم رجع 2008 إلى فريق برشلونة، ومن وقتها في الكتالوني مع بيول شكل ثنائي تاريخي في المنتخب الاسباني وبرشلونه، ولعب برشا مع غوارديولا وفاز بكاس الابطال وكاس العالم للانديه وايضا البطوله في 5 مناسبات مخالفه لصالح المنتخب التونسي، وتدخل من ايسكو على انيس البدري. انيس البدري معناه يسير في النسق ومتالق على غرار المباراه السابقه امام المنتخب التركي والمنتخب البرتغالي. الثنائي البارز حاليا في هجمه المنتخب التونسي نعيم سليتي يمشي للجهه اليمنى للجهه اليسرى او معناها يفتح في الثغرات حتى في محور دفاع المنتخب الاسباني. شفنا تغيير وجهه الكره الى انيس البدري، لكن الى حد الان اللمسه الاخيره شفنا وضعيه لنعيم سليتي امام مرمى الحارس دخية المنتخب التونسي. الى حد الان متفادي معناها احداث الفارق للمنتخب الاسباني واحسن اختبار، معناها اليوم شاف منافس مغاير اللي راه امام كوستاريكا ولا ايران ولا برتغال ولا المنتخب التركي، منتخب معناها مرشح للفوز بكاس العالم. منتخب اسباني قوي، الكره ما تخرجش تاع علي معلول حب يعمل المراوغه لكن خات الفرجاني السيسي، ترجع الهجمه التونسيه انيس البدري واحد من بين ابرز الملاعبيه نجم نقولوا ابرز لاعب في تشكيله المنتخب الوطني التونسي في الزوز مقابلات الاخيره امام المنتخب البرتغالي ايضا امام المنتخب التركي، والنسور تحلق في سماء روسيا في سماء كراسنودار بعد ما حلقت في براغا ايضا في جنيف المرحلة الأخيرة من التحضيرات من الاستعدادات في مدينة كراسنودار جنوب روسيا. حذاري دافيد سيلفا والكرة الأيمن المثلوثي لا تلعب بالنار يا مثلوث بمبدأ الأمان بمبدأ السلامة يضع الكرة في التماس، يلزم الأخطاء هذه ما تتكررش في المباريات الرسمية. صحيح هذا اختبار ودي يلزم نقفوا على بعض الأخطاء الموجودة إلى حد الآن. الكرة لراموس الهجمة إسبانية إلى إنيستا، إنيستا إلى جوردي ألبا، شوف الموسيندة بتاع الظهير أشبه بجناح جوردي ألبا، هذه قيمة الملاعبية أمثال ألبا وقيمة ألبا وقيمة الرواق اللي صار مش بمثل قيمة الرواق اليمين بالنسبة للمنتخب الإسباني في انتظار عودة كارفاخال ظهير أيمن ريال مدريد. هذه اللقطة الأخيرة الفرصة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي نعيم السليتي المتألق أيضا مع بداية المباراة خرج ال 18 لمس الكرة أيمن المثلوثي ضربة الركنية تتنفذ، حذيري من المنتخب الإسباني حذيري من الكرات الإسبانية، إيسكو إلى ألبا اللي يرجع للتغطية كرة إسبانية إنيستا ممول الكرات الرسام إنيستا ما ثماش التسلل حذيري ولكن موجود في موقع التسلل جيرار بيكي اللي طلع وساند في الكرة الأخيرة أمامكم لوبيتيغي مدرب المنتخب الإسباني كما قال عبد الرحمن كانت له تجربة مع بورتو البرتغالي وكانت له تجربة مع الفئات السنية للمنتخب الإسباني تقريبا أول تجربة لمنتخب أول منتخب بلاده المنتخب الإسباني كان بديل لفيتشنتي ديلبوسكي بعد مشاركة مخيبة للأمال في مونديال البرازيل 2014. تقريبا 3 دقائق تفصلنا على نهاية الفترة الأولى، دائما التعادل دون أهداف بين المنتخب التونسي والمنتخب الإسباني. أول جرى قام به لوبيتيغي وقت 2016 هو الاستغناء على إيلكر كاسياس رغم أنه كان يدرب فيه في فريق بورتو، والدخية كان حاضر في اليورو 2016 وأصبح الركيزة الأولى في دفاع المنتخب الإسباني اللي قام بتصفية ممتازة وتجاوز المنتخب الإيطالي. تياغو ألكانتارا لاعب ممتاز جدا مع البايرن مشي مع غوارديولا للبايرن. أندريس إنيستا ماذا بينا يبقى في الشوط الثاني
باعتبار انه لاعب كبير برشا واكيد متعه المشاهده لاندريس انيستا اللي باش يغادر القاره الاوروبيه الى اليابان مع فريق كوبي، وتوصيه من نبيل معلول، والتعادل حاليا ايسكو للمنتخب الاسباني. اندريس انيستا مع شافي صعب تعويضهم في كره القدم الاسبانيه والعالميه. بيكي مباشره الى دافيد سيلفا. دافيد سيلفا منذ 2010 في المان سيتي وبطل هذا الموسم مع غوارديولا. اندريس انيستا عمليه ثنائيه مع دافيد سيلفا وتبقى الكره. شوفوا دافيد سيلفا يمشي الى اندريس انيستا، ثم جوردي البا مباشره القاء سيرجيو راموس، توزيعها في المحور والكره فوق المرمى، والصعود للاعب ممتاز متوسط ميدان برشلونه سابقا تياغو الكانتارا، لاعب اساسي مع المنتخب الاسباني متكون في برشلونه. والتوزيع عبد القائد، الحل القوي في القائد المحوري سيرجيو راموس، والمحاوله على مستوى القائم الثاني. شفنا معناها القوه الوضعيه المناسبه، رغم انه دفاع المنتخب التونسي حاول تفادي اختار المنتخب الاسباني، لكن حتى عبر التوزيعات امامكم لاعب الشيخ ومكانه في الشوط الثاني، لاعب تالق رغم صغر سنه مع ريال مدريد، سجل 2017 في نهائي كاس الابطال اسينسيو، كذلك هدف حاسم ضد البايرن منذ اشهر في مسابقة كأس الأبطال في الأليانز أرينا. توزيعة ممتازة جدا إلى إيسكو، شوف معاه شكون، ثم نعيم سليتي في المتابعة، أودريو زولا، تياغو ألكانتارا والمخالفة لصالح المنتخب الإسباني، يرجع للتحكم في الكرة وتغيير النسق وتغيير أيضا المراكز والترانزيسيون من جانب المنتخب الإسباني والفنيات بالنسبة لتياغو ألكانتارا. وواضح التدخل من فرجاني ساسي خاطر اختار كان واصل معناها المساحات، حاول ايضا استغلال المساحات، وثم الرجله اليسرى لدافيد سيلفا لاعب فالنسيا سابقا، والمدرب لوبيتيغي قال ان المنتخب التونسي اختاره خاطر عنده فتره معناها ما نهزمش وحق نتائج ايجابيه حتى امام منتخبات عتيده. ومتابعه للكره في محور دفاع المنتخب التونسي وما توصلش الى سيرجيو راموس وفرجاني ساسي وعكس الهجوم. هو الهجمه المرتده التونسيه نجاح دفاعي الى حد الان، والدقيقه واحده وقت ضاع في الفتره الاولى الى حد الان، التعادل دون هدف. هذا سيف الدين الخاوي في الرواق اليمين، الخاوي ثم فخر الدين، خاتا تمريره سيف الدين الخاوي تلقى انيستا، العائد المسانده الى ايسكو، ثقت من انيسا البدري، ممتازه انيسا البدري، رائع، برافو يا انيس يا بدري، هذه العرضيه، وين العرضيه لفقر الدين بن يوسف، وممتازه الكره، قد تكون الاخيره للمنتخب الوطني التونسي. يلا يا نعيب امشي يا السليتي، المنتخب الوطني التونسي قادر على المباغت السيام كما جات سيام التصويبه، والدفاع الاسباني يتدخل، ديلان برون الى انيس السخيري، المحاوله الاخيره المنتخب الوطني التونسي، ثواني على نهاية الدقيقة، وقت ضائع، علي معلول إلى نعيم السليتي، يبقى الامتلاك التونسي، لكن في اللحظة هذه نهاية الفترة الأولى بالتعادل دون أهداف بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الإسباني، ملتقانا إن شاء الله مع بداية الفترة. الثاني من مباراة ملعب كراسنودار في روسيا بين المنتخب التونسي والمنتخب الإسباني، تأكل الشوط الأول والتعادل مشاهدينا الكرام على الوطنية، صفر مقابل صفر، بروفة هامة والتحضيرية للمنتخب التونسي قبل لقاء المنتخب الإنجليزي. معك رفقي، تذكير بتشكيلة المدرب نبيل معلول. بالنسبة لأسماء المدرب نبيل معلول، في المرمى أيمن المثلوثي مع علي معلول، ديلان برونز، يم بن يوسف، ياسين مرياح، انيسا السخيري، الفرجاني ساسي، سيف الدين الخاوي، انيسا البدري، فخر الدين بن يوسف، نعيم السليتي على البنك، فاروق بن مصطفى مع معز حسن، رامي البدوي، احمد خليل، اسامه الحدادي، سامر خليفه، محمد امين بن عمر، بسام السرارفي، خيلان الشعليري، حمدي النجاز، يوهان بن عنوان، ووهبي الخزري، دون تغييرات الى حد الان، بينما يبدو ان التغييرات
صارت بالنسبة للمنتخب الإسباني عبد الرحمن. فعلا لوبيتيكي أجرى بعض التغييرات على التشكيلة مع انطلاق الفترة الثانية من جانب المنتخب الإسباني، وتدخل من أيمن المثلوثي بعد كرة راجعة من الدفاع دخية. أودريوزولا ترك مكانه لناتشو لاعب المنتمي لفريق ريال مدريد، بيكي، راموس، ألبا، بوسكيتس، كوكي لاعب أتلتيكو مدريد، خذ مكان تياغو ألكانتارا ودافيد سيلفا، ثم إيسكو ترك مكانه للوكاس فاسكيز، أندريس إنيستا ورودريغو مورينو. تذكير بطاقم التحكيم الهولندي اللي يدير هذا اللقاء، لوكاس فاسكيز، والتغطية كانت حاسمة من جانب دفاع المنتخب الوطني التونسي، وهو علي معلول في محاولة هجومية، وسيف الدين الخاوي وقبله، ثم جيرار بيكي. تذكير بالحكام سيباستيان نيريز من جانب الحكم الرئيسي، يان ديفريز الحكم المساعد الأول، وشغل شاب الحكم المساعد الثاني، وطاقم تحكيم هولندي لإدارة هذا اللقاء الأخير للزوز منتخبات. رفقي، قبل الاستحقاقات الهامة يوم 15 جوان للمنتخب الإسباني أمام المنتخب البرتغالي في سوتشي، وتقابلوا في ثمن نهائي كأس العالم 2010 وقت فاز المنتخب الإسباني باللقب، والمنتخب التونسي يجدد العهد مع المنتخب الإنجليزي، وتقابلوا سنة 1998 في ملعب الفيلودروم أنذاك في مارسيليا، والفوز كان للمنتخب الإنجليزي أنذاك مع تيتي شيرينغام وبول سكولز وآلن شيرر. أمامكم أسبيليكويتا وكذلك ناتشو موريال لاعب فريق أرسنال، ووجه له دعوة المدرب لوبيتيغي. التدخل من جانب دفاع المنتخب التونسي، وتبقى كرة أخرى لناتشو، والمنتخب التونسي يخرج عبر علي معلول. وضعية صعبة حاليا لدفاع المنتخب التونسي مع دخول لوكاس فاسكيز وناتشو من جانب المنتخب الإسباني. والمخالفة لمتوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي الفرجاني سيسي، والكرة كانت من ناتشو الظهير الأيمن للريال مدريد. إذا التغيير اللي قام بهم واحد من بين الثلاث تغييرات، تأكيد أنه الجهة اليمنى للمنتخب الإسباني لم تشتغل بالشكل المطلوب في الفترة الأولى، وكل تقريبا محاولات المنتخب الوطني التونسي كانت على الجهة اليمين لدفاع الإسبان. ياسين مرياح يأخذ الكرة، ياسين البينية في اتجاه علي معلول، يربح رمية التماس الظهير الأيسر للمنتخب الوطني التونسي. مش مقصر منتخبنا إلى حد الآن دفاعيا، صامد هجوميا بعض المحاولات، وكان قريب تقريبا في زوج محاولات من هز شباك تيخية، خاصة كرة نعيمة الاستيتي بعد تمرير علي معلول. ننتظر تغييرات ممكن نبيل معلول مدرب المنتخب الوطني التونسي في قدم الدقائق. تبقى الكرة إسبانية بين زوز ملاعبية، يحاول رودريغو رومينو علي معلول، سيف الدين الخاوي لانيسا البدري، البدري بعد ما كان على في الرواق يدخل منطقة وسط الميدان. الصورة تكررت ومشهد يتكرر، ذكرنا بأداء أنيسة البدري وخطة أنيسة البدري في مباراة البرتغال، واحد من بين أفضل الملاعبية، مش بمثل هذه الطريقة تنجم تحت التمريرة. خاطئ الكرة والهجمة تصبح إسبانية. بوسكيتس إلى سيرجيو راموس، الكرة لكوكي البديل، ثم ناتشو على اليمين. الهجمة للمنتخب الإسباني مهم جدا عبد الرحمن، وأنه منتخبنا يحافظ على نفس النجاح دفاعيا، ويحاول من حين لآخر أنه ينجح هجوميا من خلال خط الفرص. صحيح، وخاصة ما تنساش رفقي أنه المنتخب الإسباني معناه فاز على إيطاليا 3-0 في تصفية كأس العالم، ربح 6-1 المنتخب الأرجنتيني بدون ميسي، وميسي وقتها معناه غادر المدارج. منها ثلاثية لإيسكو، وهذا كان في شهر مارس الماضي. شوفوا التدخل من ياسين مرياح على قلب الهجوم، رودريغو مورينو قلب هجوم فالنسيا، وسابقا خلقة إسبانيا خوليو ساليناس، كذلك فرناندو توريس، دافيد فيا، مهاجمين كبار في تاريخ الكرة الإسبانية. أيضا بيدرو اللي كان حاضر 2010 في كأس العالم، حاليا ما يلعبش برشا مع تشيلسي، ووجه لوشد
الدعوة المدرب لوبيتيغي. فابريغاس من أبرز متوسطي الميدان كان في أوروبا ما وجهلوش الدعوة المدرب لوبيتيغي. معناها قيمة المنافسة اليوم والمنتخب التونسي متعادل 0-0. وكما قلنا في الشوط الأول إسبانيا مع لوبيتيغي سجلت 60 هدف منها فوز عريض حتى على منتخب كوستاريكا. ودائما يسجل المنتخب الإسباني. اليوم المنتخب التونسي معناها خلق فرص في الشوط الأول. أكبر دليل أنه ناتشو من الجهة اليمنى خذا مكان أودريو زولا. هو ناتشو بطل أوروبا مع ريال مدريد مع سيرجيو راموس مع فاران مع الحارس أيضا نافاس. اليوم نلقاوه من الجهة اليمنى اللي فيها لاعبي ريال مدريد وكارباخال المصاب دافيد سيلفا ثم كوكي من ركائز أتلتيكو مدريد مع دييغو سيميوني. الكرة لنعيم سليتي. نعيم سليتي وفي الاتجاه المعاكس كان كورتو معناها كان يزم يمشي في اتجاه مرمى الحارس دخية لكن يقوم بمباراة بدنية ممتازة نعيم سليتي. شفناه في الشوط الأول كيفاش يدافع رفقي مع إيسكو معناها من الجهة اليسرى اللي فيها علي معلول. كرة مباشرة إلى لوكاس فاسكيز من أمال كرة القدم الإسبانية مع علي معلول. لوكاس فاسكيز لعب ريال مدريد والتغطية من جانب ياسين مريح ممتاز. فرجاني سيسي وعلي معلول ثم أنيس البدري. كرة ترجع مباشرة لوكاس فاسكيز والتصويبة. شوفوا معناها أي كرة راجعة تولي يختار. المحاولة من جوردي ألبا متوسط ميدان أو الظهير الأيسر لفريق برشلونة لكن لاعب ينجم يكون جناح أيسر ونجم يكون أيضا يسجل أهداف ولا يتوانى في معاضدة الهجوم. ونشوفوا المحاولة اليسارية من جوردي ألبا. يزم تلعب معناها كرة سريعة ما تترددش خطر تلقى معناها وضعية شائكة والكرة تكيكة العرضية بدون عنوان تكون مقالها معناها الاختر من جانب المنتخب الإسباني. لكن المهم رفقي حاليا أنه المنتخب التونسي متعادل في لقاء هام قبل أسبوع تقريبا من لقاء المنتخب الإنجليزي وأسامة الحدادي والتوصيات التكتيكية من جانب المدرب نبيل معلول. قبل الدخول التشكيلة الأساسية سيكون أول تغييرات معلول. ومعلول دائما يبحث عن الحلول يبحث عن التركيبة المثالية يبحث عن وصفة السحرية وصفة النجاح إن شاء الله في المونديال روسيا. والبداية ضد المنتخب الإنجليزي هذا بوسكيتس حذري الكرة البينية في عمق الدفاع حاضر فيه كابتن المنتخب الوطني التونسي العائد للتشكيلة الأساسية أيمن الملتوثي. أمامكم دافيد سيلفا واحد من بين المواهب في المنتخب الإسباني لعب الخبرة لعب مانشستر سيتي الإنجليزي ورمية التماس في تنفيذها ناتشو من جانب المنتخب الإسباني في انتظار كل التغييرات المدرب نبيل معلول في قادم الدقائق. كرة تبدأ من محور دفاع المنتخب الإسباني من بيكي إلى راموس إلى ألبا. امتلك الكرة للمنتخب الإسباني بوسكيتس بدل على اليمين إلى لوكاس فاسكيز حذري سريع عنده مهارات كبيرة وفنيات كبيرة جناح ريال مدريد. كرة لبوسكيتس تبقى الكرة إسبانية إنييستا إلى دافيد سيلفا. واضح الضغط إسباني مع بداية الفترة الثانية ترجع لإنييستا. الهجمة إسبانية والدفاع والاستماتة التونسية إلى حد الآن ناتشو. تبقى الكرة للمنتخب الإسباني. شوف العودة ما ثماش المخالفة ممتازة والهجمة السريعة للمنتخب الوطني التونسي. يمشي يا فرجاني أسرع يا فرجاني. كرة نعيمة لسليتي إلى نعيم. نعيم لسليتي يربح رمية التماس. كرة أخيرة لم تكن بالسرعة المطلوبة. اللقطة الأخيرة واضح تدخل على الكرة من أنيس البدري والتغيير اللي حكينا عليه. المدرب نبيل معلول مركز بمركز خطة بخطة يغادر علي معلول والبديل أسامة الحديد. واضح انه معناها يفركز وايضا يبحث على الجانب الدفاعي اكثر مع تركيز لوكاس فاسكيز وكذلك ناتشو. الهجمات من الجهه اليسرى لدفاع المنتخب الوطني التونسي ويرجع المنتخب الاسباني كما الشوط الاول في التحكم بوسكيتس ثم اندريس انيستا. 34 لقب في سجله منهم 32 مع برشلونه بالاضافه الى القاب مع المنتخب الإسباني لاعب رائع أندريس إنيستا ثم
سيرجي بوسكيتس، من جديد إنيستا، إنيستا التمهيد ودافيد سيلفا مباشرة التغطية من دفاع المنتخب الوطني التونسي. شوفوا الأكسيليراسيون من جانب إنيستا وتلبى الكرة في وضعية ممتازة من جانب دافيد سيلفا، وبعد قليل دييغو كوستا باش ياخذ مكانه في التشكيلة. أندريس إنيستا ثم لوكاس فاسكيز، والتغطية من دفاع المنتخب التونسي ترجع الركنية تتنفذ مباشرة لوكاس فاسكيز إلى سيرجيو راموس. سيرجيو راموس للمنتخب الإسباني، والمحاولة خطيرة من جانب دافيد سيلفا. دافيد سيلفا كان كنا راجع من دفاع المنتخب التونسي، دافيد سيلفا شوفوا سيرجيو راموس، كرة راجعة من الدفاع بالتحديد من جانب ياسين مرياح، والمحاولة اليسارية من دافيد سيلفا والكرة جانبية كانت لمسها ديلان برون. ديلان برون هو اللي غير اتجاه الكرة، مشت مباشرة إلى دافيد سيلفا، ثم كوكي يرجع يتحكم المنتخب الإسباني في الكرة، بيكي مباشرة إلى سيرجيو راموس في بعض الوضعيات، معناها كي يرجع من كرة ثابتة نلقاوه هو اللي يوسع، شفناه في عديد المناسبات في الشوط الأول. من جديد إنيستا ألبا إلى سيرجيو راموس، مباشرة كوكي من ركائز أتلتيكو مدريد في الليغا بطل إسبانيا مع أتلتيكو مدريد 2014، نعيم السليتي ينتظر في الحلول والمخالفة لصالح المنتخب التونسي. باهي نعيم السليتي، معناها يخرج شوية من الضغط المنتخب التونسي ويربح المخالفة، وواضح لا ما ثمش مخالفة لصالح المنتخب التونسي. ثم تغيير حاليا من جانب المنتخب الإسباني، رودريغو مورينو يغادر الميدان ودييغو كوستا ياخذ مكانه. دييغو كوستا ياخذ مكانه، هو هداف لعب كأس العالم 2014 مع المنتخب الإسباني، ثم ما لعبش لورو 2016. هاو دافيد سيلفا يغادر الميدان كذلك. التغييرات حاليا، وماركو أسينسيو لاعب المولود في جزر الباليار، لاعب اللي مر عبر إسبانيول برشلونة ومتألق في الزوج سنوات الأخيرة في تشامبيونز ليج مع فريق ريال مدريد، ويقول له سامحني معناها كانت سبعة عفوية بالنسبة لسيرجيو راموس، أكيد مش ناقص معناها سيرجيو راموس. تعود الكرة للمنتخب الوطني التونسي، أول لمس للكرة من أسامة الحدادي، يرجع للفرجاني السياسي، ثم تغيير محمد أمين بن عمرو شوف فيه على حافة الميدان، ممكن برشا مكان سيف الدين الخاوي، ممكن هذا التغيير اللي باش يقوم به نبيل معلول بعد ما أقحم أسامة الحدادي مكان علي معلول، البحث على النزعة الدفاعية في ظل دخول فاسكيز الجناح الإسباني. دي كرة نعيمة السليتي، يلا يا نعيم، نعيمة السليتي المهاجم الوحيد في صفوف المنتخب الوطني التونسي لحد الآن مع موسيندا من الجناح فخر الدين بن يوسف، اللي نعرفه فخر الدين عنده دور تكتيكي، العودة للموسيندا والمعاد. هذا ثاني تغييرات نبيل معلول، بالفعل يغادر كما قلت سيف الدين الخاوي، والبديل محمد أمين بن عمر، ما قصرش في الفترة الأولى سيف الدين الخاوي لاعب المنتخب الوطني التونسي، والبديل محمد أمين بن عمر اللي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، لكن يعود إن شاء الله نكونوا جاهزين حاضرين 100% مع بداية المشوار في المونديال مع أول مباراة ضد المنتخب الإنجليزي يوم 18 جوان. لاعب ارتكاز يدخل، واليوم نلعبوا بثلاثة كملاعبي ارتكاز، إنيستا السخيري، الفرجاني وبن عمر، ممكن هذه التركيبة اللي نجموا نشوفوها ضد المنتخب الإنجليزي في ظل وجود أيضا ديلان برون كظهير أيمن اللي يعطي في الحلول الدفاعية، يعطي اللمسة بالرأس إلى محمد أمين بن عمر، وهو اللمس للكرة لمتوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي. منتخبنا ناجح إلى حد الآن، منتخبنا الدفاعي مش مقصر في انتظار وأكثر فاعلية في خط الهجوم. عبد الرحمن في قادم الدقائق. صحيح، والبروفيل كذلك نتاع معناها دييغو كوستا ماهوش كيما رودريغو مورينو، معناها لاعب اسرع، لاعب معناها يتبع اكثر المنافس، معناها كما يقولوا شرس معناها في المعاملات في التدخلات، يلزم الحذر من جانب محور دفاع المنتخب التونسي، يقوم ببرشا مجهودات في استرجاع الكره. انيستا والمخالفه لمتوسط ميدان
نجم نقولوا توا باش يولي برشلونه سابقا خاطر باش يمشي الى البطوله اليابانيه. تدخل كان من فرجاني ساسي صاحب هدف تاريخي للمنتخب الاسباني امام المنتخب الهولندي 2010 مع المدرب فيتشنتي ديل بوسكي. بوسكيتس ثم بيكي الى كوكي، ايضا عنده مكان في التشكيله الاساسيه رغم قيمه الاسماء في وسط الميدان. مباشره الى جوردي البا، لمسه واحده الكره الى اسينسيو، الصعود من القائد سيرجيو راموس الى كوكي امامه فرجاني ساسي، ثم لوكاس فاسكيز الى كوكي من جديد، ناتشو الى لوكاس فاسكيز، تصدم الكرة باليسر السخيري، ثم انيس البدري، اسامه الحدادي، شوفوا حتى انيس البدري يرجع في التغطيه، حذاري من هذه المجازفه من جانب محور دفاع المنتخب الوطني التونسي والحارس ايمن المثلوثي. ما يلزمش مثل هذا التردد امام لاعبين في قيمه لاعبي المنتخب الاسباني، راهو النتيجه تكون معناها وخيمه بالنسبه لمثل هذه معناها ثغرات في محور دفاع المنتخب التونسي. كما قلنا دييغو كوستا يحارب برشا على الكرة، لاعب خطير دييغو كوستا، والمحاولة الأخيرة أمام مرمى الحارس أيمن المثلوثي، يلزم أكثر دقة في إبعاد الكرة وحنكة في التعامل مع لاعبين كما أسينسيو لوكاس فاسكيز حاليا وأندريس إنيستا. إنيستا بعد لمسة من جانب سيرجي بوسكيتس، يرجع لبوسكيتس، سنوات والسنوات من الألقاب للثنائي مع برشلونه ومعهم شافي، كان ثلاثي تاريخي في كره القدم العالميه. جيرار بيكي، مباشره سيرجيو راموس، ثم البا ينتظر في الحلول، بعده اسينسيو يرجع للقائد، اسينسيو مباشره سيرجيو راموس الى بوسكيتس. ماركو اسينسيو قام بمباراه هامه وحاسمه، كان حاسم ذكر وقت دخوله ضد باريس سان جيرمان، تغييرات زيدان والفوز على البي اس جي في سانتياغو برنابو، فوز على البايرن في كأس الأبطال، وهدف أسينسيو الموسم الفارط سجل ضد فريق اليوفي في النهائي رغم صغر سنه، حاليا يخوض أول مونديال، والتماس والتحكم في الكرة ترجع للمنتخب الإسباني. بوسكيتس بداية هجمة المنتخب الإسباني لسيرجيو راموس تحت أنظار بودلاء المنتخب الوطني التونسي اللي حتى الاسماء البديله لازمها تكون حاضره 100% وقت اللي يستحقق المدرب تكون حاضره تكون جاهز. ما ثماش المخالفه، بن عمر ممتازه الهجمه السريعه للمنتخب الوطني التونسي، يمشي يا محمد يا بن عمر، والتصويبه ضعيفه، ممكن ما نلقاش الحل، خير التصويب لكن ضعيفه برشا عند تيخيا حارس مرمى المنتخب الاسباني، واصابه انيستا الموهوب الرسام لعب الخبره تحت انظار المدرب لوبيتيغي. هذا انيستا غاضب، انيستا ممكن يحتج على تدخل من الملاعب من جانب المنتخب الوطني التونسي على بن عمر، لا وجود للمخالفه حسب الحكم الهولندي، يحتج انيستا، لكن ممتاز محمد امين بن عمر في اقتناص الكره في قطع الكره لكن لم يجد الحل، صوب لكن تصويبته مشات ضعيفه عند تيخيا. الحوار بين الحكم الهولندي وإنيستا، ترجع إسبانيا الكرة البداية من جيرار بيكي، بيكي يبدل على اليمين إلى ناتشو، ناتشو على الرواق اليمين، ناتشو إلى لوكاس فاسكيز إلى كوكي فاسكيز. الهجمة إسبانية من اليمين مشيت من اليسار، لا يكل ولا يمل من لاعبين المنتخب الإسباني في تبادل الكرات في النقلات تاع الكرة. هذا الأسلوب بتاع منتخب اسباني، سيطر بالطول والعرض في سنوات سابقه على كرة القدم العالمية، والمخالفة اسبانية بعد تدخل ديلان برون مع انيستا. ديلان برون البروفيل بتاع الظهير الايمن اللي عنده خصال وميزات دفاعية نجم نقولوا ناجح إلى حد الآن في الحد من خطورة بعض الأسماء على الرواق اليمين. صحيح، تستعملوا كذلك في المحور مع التوزيعات العرضية مع هجمات الفريق المنافس، شفناه منذ قليل يدخل للاكس الى جانب ياسين مرياح وسيام بن يوسف، وايضا حتى اسامه الحدادي يتم استغلاله في مثل هذه الوضعيات. كوكي في تنفيذ المخالفه، التدخل من سيام بن يوسف، وثم بيكي في مناطق المنتخب التونسي، والمخالفه لصالح عناصرنا الوطنيه وضد جيرار بيكي. من المفارقات انه فشل
كلاعب مع فريق مانشستر يونايتد معناها ما احتفظش به أليكس فيرجسون، لكن أكيد ندم خاطر من بعد اللي عمله مع برشلونة والمنتخب الإسباني يأكد قيمة هذا اللاعب، ونأكد كذلك أنه بعض الفنيين الكبار يغلطوا في التقييم. وبعد موسم 2007-2008 جيرار بيكي معناها مع فريق مانشستر يونايتد رجع لبرشلونة وفاز بالألقاب العالمية والألقاب حتى في كأس الأبطال والكأس الممتازة الأوروبية واللورو مع المنتخب الإسباني وكذلك كأس العالم المنتخب التونسي. مشاهدينا مازال متعادل 0-0 أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية، أسينسيو ثم دييغو كوستا، التوزيعة مباشرة إلى لوكاس فاسكيز، البحث على ناتشو لكن طويل الكرة على ظهير فريق الريال اللي كذلك في بعض الوضعيات مع إصابة راموس أو فاران يلعب في محور الدفاع، وصابر خليفة باش ياخذ مكانه في التشكيلة. واضح نعيم سليتي نقولوا برافو، اليوم مباراة كبيرة على مستوى الاندفاع على مستوى التمركز، معناها سير نسق المنتخب الإسباني حارب في مناطق المنتخب الإسباني بلغة معناها الاندفاع والوطنية متاع نعيم سليتي، ديبوش دينيرجي معناها برشا اندفاع بدني، خلى برشا مجهودات بدنية، وربما كذلك بن علوان باش ياخذ مكانه بعد قليل، ولاعب بروفيل متاع محور في الهجوم وايضا نجم يلعب كجناح اللي هو صابر خليفة. واكيد استعداد كبيرة لنعيم سليتي احد ركائز المنتخب التونسي سيكون امام المنتخب الانجليزي بعد موسم كبير مع فريق ديجون في الليغ 1، وتم اختياره كذلك رفقي احسن معناها متوسط ميدان كذلك في المرتبة العاشرة من أبرز اللاعبين السنة في البطولة الفرنسية لكرة القدم. في المرتبة 14 كان وهبي الخزري، كانت محاولة من جانب المنتخب التونسي. مشاهدينا متعادل 0-0 أمام المنتخب الإسباني في تبقى عالي في آخر لقاء اختباري للمنتخب التونسي قبل بداية كأس العالم رقم 21، وحاليا الكرة في مناطق المنتخب الإسباني من سيرجيو راموس إلى الحارس دخية من نجوم البريمير ليج دخية، الكرة لسيرجي بوسكيتس ثم مباشرة إلى سيرجيو راموس. راموس بداية الهجمة للمنتخب الإسباني انطلاقا من محور الدفاع، كوكي الهجمة للمنتخب الإسباني، إنيستا منتخب إسباني إلى حد الآن لم ينجح في فك شفر الدفاع عن المنتخب الوطني التونسي. توا وصلنا لدقيقة 71، في 2006 صمدنا 71 دقيقة، إن شاء الله في 2018 في مباراة اليوم نكونوا صامدين طيلة المباراة. منتخبنا الوطني التونسي الحقيقة مش مقصر أمام منتخب عتيد عنيد اسمه المنتخب الإسباني، لاروخا بنجوم كبار ملاعبية يوجدوا في ريال مدريد في برشلونة في أتلتيكو مدريد في أندية أخرى من الطراز الرفيع بنسق مرتفع إلى حد الآن، اختبار مفيد جدا لعناصرنا الوطنية لأبناء المدرب نبيل معلول. كرة في اتجاه كوستا مقطوعة من حدادي، اشتعمل يا حدادي خطأ منك يا أسامة يا حدادي فاسكيز، وثابت المثلوثي ثابت أيمن المثلوثي ثابت قائد المنتخب الوطني التونسي أنيس البدري. الهجمة التونسية إلى حد الآن صامدين دفاعيا هجوميا، مانيش كل فترة الأولى ما خلقناش المحاولات الخطيرة ما ثمش الفرص الواضحة، وصابر خليفة يرتكب المخالفة في الكرة الأخيرة كانت بينه وبين راموس، حذاري من راموس يا صابر يا خليفة، الملاعب اللي تسبب في عديد الإصابات وآخرها إصابة محمد صلاح نجم المنتخب المصري. هذه الكرة الأخيرة متاع فاسكيز وثابت أيمن المثلوثي في الكرة الأخيرة يقطع الهجمة أمام جناح المنتخب الإسباني. كرة من إلياس السخيري، إلياس اللي مش مقصر في قطع الكرات في اقتناص الكرة الثانية من جانب المنتخب الوطني التونسي. تنتظرنا دقائق قادمة إن شاء الله نواصلوا فيها النجاح دفاعيا وأيضا نلقاو الحلول الهجومية. عبد الرحمن دائما المحاولات معناها في الضغط على حامل الكرة من جانب المنتخب الإسباني عبر دييغو كوستا والتحكم في الكرة، 63% للمنتخب الإسباني 37 من جانب المنتخب الوطني التونسي. حقيقة أحسن استعداد المنتخب التونسي، أحسن اختبار قبل لقاء المنتخب الإنجليزي. أمامكم ياغو أسباس هو مهاجم خطير كذلك في البطولة الإسبانية مع فريق سيلتا فيغو، سجل أكثر من 15 هدف في هذا الموسم في الليغا وأصبح لاعب بارز في المنتخب الإسباني ومن حلول المدرب لوبيتيغي منذ 2016 خاصة مع عودة
دييغو كوستا وايضا بروز روديغو مورينو مهاجم فالنسيا، جوردي البا، ماركو اسينسيو، والتدخل من دفاع المنتخب التونسي ممتاز، عمليه فنيه من الياس السخيري، دائما قريب من دفاع المنتخب التونسي، ديلان برون مع لا غونتواز، فريقه كان احسن دفاع في البطوله البلجيكيه، يلعب من الجهه اليمنى ويلعب كذلك في محور الدفاع، ترجع الكره لماركو اسينسيو، اسينسيو امامه ديلان برون ولا تماس، وحتى فخر الدين بن يوسف يمشي للتغطيه مع ديلان برون اللي معناه في سنوات قليله وقليله باش يلعب كاس عالم، لعب مع نيور وبرز، ثم لا غونتواز، ثم تحول المنتخب التونسي ونجح في التاهل مع المنتخب التونسي، وبالطبع معناها كان حاضر مع المنتخب التونسي ومنحوا ثقه المدرب نميل العلول باش يكون حاضر في كاس العالم، والتدخل من الحدادي امام دييغو كوستا كما قلنا لاعب عنيد، لاعب ايضا معناها قوي في التدخلات، يحارب على كل الكرات، واختبار معناها المنتخب الانجليزي عنده مواصفات نتاع مهاجمين ومتوسطي ميدان ايضا، معناها من هذا معناها المثال من هذا المنوال والركنيه للمنتخب الاسباني، والتصويبه الاخيره فوق المرمى، امامكم ماركو اسينسيو وياغو اسباس باش ياخذوا مكانه في تشكيله المنتخب الاسباني، وباش يعاضد دييغو كوستا كحل هجومي من جانب المنتخب الاسباني في مشاركه في كاس العالم، لعب مع سيلتا فيغو، لعب مع اشبيليا وفريق ليفربول، وتجربه بالنسبه لياغو اسباس، واكيد المدرب لوبيتيغي ولا يخمم برشا في مباراه المنتخب البرتغالي في سوتشي يوم 15 جوان المقبل. البحث عن الحلول بالنسبه لمدرب المنتخب الاسباني عاجز الى حد الان هجوميا، وياغو اسباس واحد من بين الورقات اللي يدفع بها مدرب المنتخب الاسباني، ياخذ مكان من؟ نستناو التغيير، هل يكون جوردي ألبا؟ يخرج جوردي ألبا، يغادر ألبا والبديل اسباس، هذا التغيير اللي يقوم به لوبيتيغي مدرب المنتخب الاسباني، زاد بشري ثري لمنتخب اسباني، يبقى واحد من بين المنتخبات المرشحه لنيل اللقب العالمي، قلنا حامل لقب كاس العالم 2010 وفي رصيده ثلاثه كؤوس ضمن كاس امم اوروبا، وهذه اللقطه الاخيره من محمد امين بن عمر، ان شاء الله يرجع للفورمه، ان شاء الله يرجع للاداء اللي عودنا به، بن عمر باش يشكل ثلاثي ممتاز في وسط الميدان الى جانب ياسر السخيري، ايضا الفرجاني سياسي اللي يضغط على كوكي، يرجع لجيرار بيكي، الكره لاسينسيو من الرواق اليسار، لكن موجود ديلان برون، العلامه الكامله لمهاجم او مدافع لا غونتواز، ديلان برون الحقيقه ما قصرش في مباراه اليوم، دفاعيا قاعد يعاون برشا في زملائه ويقدم في الاضافه ديلان اللي اقحمه منذ البدايه، المدرب نبيل المعلول يعرف قيمه الاجنحه في المنتخب الاسباني، لكن علاش ظهير ايسر بنزعه دفاعيه ياخذ مكانه عوضاء حمدي النجاز اللي نعرفوه هجوميا افضل حمدي النجاز، ولكن وقت اللي تواجه منتخب عنيد عملاق كما المنتخب الاسباني يلزمك تفكر في الناحيه الدفاعيه، وهذا اللي صار مع ديلان برون، انيستا بين زوج ملاعبيه، انيستا ثم ضربه مخالفه، واضح التدخل من محمد امين بن عمر، ومباراه اخر مباراه منذ دخول بن عمر الى التشكيله الاساسيه مره اخرى، التدخل على انيستا من محمد امين بن عمر، وايضا قاعدين نشوفه في مسانده من فخر الدين بن يوسف للدفاع، ضربه مخالفه للمنتخب الاسباني، تقريبا 77 دقيقه لاعب في المباراه، دامر التعادل دون اهداف، والمخالفه التنفيذ ثنائي حذاري، ولكن موجود ياسين مرياح يضع الكره في الركن. صحيح، وياسين مرياح اليوم قص برشا كرات العرضيه، وخاصه مع وجود بيكي وراموس يسعدوا، وحاليا دييغو كوستا برشا عملي محور دفاع المنتخب الوطني التونسي، المره هذه العمليه الثنائيه ما نشحتش اعاده من جديد لمحاولة المنتخب الإسباني، والتدخل الأخير من ياسين مرياح، والصعود لجيرار بيكي ومعه أيضا بوسكيتس، والتوزيع من كوكي من أبرز الوجوه حاليا في البطولة الإسبانية، فاز بالأوروبا ليج منذ أسابيع،
امام فريق اولمبيك مرسيليا مع اتلتيكو مدريد. وكما قلنا منذ قليل يوان بن علوان لاعب ليس تاريخ مكان انيس البدري كذلك مجهودات بدنيه كبيره برشا تغطيه دفاعيه من انيس البدري لعب في الشوط الاول على جهه ادريو زولا واكبر دليل انه في الشوط الثاني ناتشو خذا مكانه ناتشو لعب أكثر هجومي من جانب المنتخب الإسباني في الفترة الثانية. المنتخب التونسي إلى حد الآن متعادل أمام المنتخب الإسباني وعلى ذكر المنتخب الإسباني لعب فقط لعب ضد تونس 2006 هو سيرجيو راموس كان موجود مع المنتخب الإسباني آنذاك في مشاركته الأولى وعوض سالجادو اللاعب اللي كان ظهير في فريق ريال مدريد ميشيل سالجادو معروف وقتها مازال صغير سيرجيو راموس وعوضه في تشكيلة المدرب أراغونيس كان في المجموعة اللي شاركت في كأس العالم وانسحب آنذاك المنتخب الإسباني في الدور الثمانيائي أمام المنتخب الفرنسي الإصابة لسيام بن يوسف. حاليا ديلان بران أيضا بن علوان سيام بن يوسف ومريح والروح الرياضية من دييغو كوستا واضح هو لاعب معناه صعيب على الميدان عنده ميزات صعب ساهم حتى مع تشيلسي في الفوز بالبطوله لكن استغنى عليه انذاك انطونيو كونتي رجع الى اتلتيكو مدريد وبدايته كانت صعبه في البطوله البرتغاليه اختار اسبانيا على البرازيل والاصابه وان شاء الله لاباس لسيام بن يوسف بالطبع يرجع لمحور دفاع المنتخب الوطني التونسي اكيد ما فماش مجازفه بالنسبه للاطار الطبي للمنتخب الوطني التونسي قام بمجهودات كبيره مش سهل معناها امام المنتخب الاسباني مجهودات بدنيه بالاساس والكره باش ترجع الى دخيا والمنتخب الوطني التونسي بتركيبه مغايره حاليا مع دخول يوان بن علوان مع ايضا اسامه الحديدي اكثر دفاعي بالمقارنه مع علي معلول ايضا وجود ديلان برون من الجهه اليمنى والمنتخب الاسباني كالعاده حب يخرج لمسه بالكره من مناطقه والكره جانبية الكرة جانبية والمطالبة بمخالفة من سيرجي بوسكيتس والمحاولة من محمد أمين بن عمر. نشوفوا بوسكيتس والتدخل من صابر خليفة ثم تمشي إلى محمد أمين بن عمر والكرة جانبية الكرة الأخيرة وأكيد مطالبة بمخالفة من جانب سيرجي بوسكيتس واضح معناه ملامح نبيل معلول معناه في عقله نبيل معلول ولقطة معبرة يعرف مليح قيمة النتيجة الحالية ويعرف مليح قيمة أنه المنتخب الوطني التونسي لو مشى وسجل هدف يكون أنه معنويا تكون مباراة ممتازة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي ونتيجة إيجابية. بن عمر تسرع في الكرة الأخيرة ممكن كان ينتظر صافرة وجود مخالفة لكن ما ثم شيء بإشارة الحكم الهولندي. هذه ضربة تماس دون نتيجة كرة خارج أرضية الميدان ضربة المرمى للمنتخب الإسباني بعد محاولة أخيرة من فخر الدين بن يوسف تقريبا 81 دقيقة لعب دائما التعادل دون أهداف تحت أنظار الكانتارا الذي غادر أرضية الميدان. البرازيلي الأصل الإسباني الجنسية خير المنتخب الإسباني على المنتخب البرازيلي ابن مازينو حامل لقب كأس العالم في مونديال سنة 94. ضربة المرمى في تنفيذها الحارس ديخية يطلع بالراس سيام بن يوسف قبل كوستا من سيام الى بيكي من دفاع المنتخب الوطني التونسي الى دفاع المنتخب الاسباني ممتاز هذا الدور الموكول لفخر الدين بن يوسف قطع الكرات المسانده المعاده دور تكتيكي بامتياز بالنسبه لفخر الدين بن يوسف والكره ترجع للمنتخب الوطني التونسي. كان حوار بين فاسكيز والياس السخيري ان شاء الله منتخبنا ينجح اذا كان ما سجلش يحافظ على نفس النتيجه نتيجه باش تكون مهمه جدا على المستوى المعنوي وكنت ثم اطراف تقول لك علاش نلعبوا ضد منتخب اسباني يخافوا من نتيجه كبيره قبل المونديال. المهم والاهم انك تلعب مع منتخبات عديده تلعب مع عمالقه في كره القدم قبل المونديال باش تعرف مستواك باش تعرف وين وصلت وهذا اللي صرحوا به الملاعبين نتاع المنتخب الوطني التونسي منتخبنا اللي قاعد يجري ويضاهي في المنتخب الاسباني. ممكن اليوم الخبر التاريخ نوعا ما تداولته الصحافه الاسبانيه قال لك منتخب تونسي هو ايطاليا القاره الافريقيه صحيح والمدرب لوبيتيغي قال انا اخترت باش نلعب ضد المنتخب التونسي
خاطر المنتخب الاسباني باش يلعب ضد المنتخب المغربي، لكن معناها قال لانفاسيبيليتي، معناها المنتخب التونسي منذ مارس 2017 ما انهزمش، يقوم بمباريات ممتازه ومردود ممتاز، واحسن اختبار للمنتخب الاسباني ووضعيه التسلل المعلنه على صابر خليفه. علاش قيمه التعادل مع المنتخب الاسباني؟ كي تشوف النتائج الاخيره للمنتخب الاسباني، فاز على ايطاليا 3-0، ايضا فاز على كوستاريكا 5-0، كذلك على البانيا 3-0، على الارجنتين 6-1، رغم اللي هي مقابله تحضيريه، لكن الى حد الان المنتخب التونسي صحيح دافع اكثر اليوم، لكن منتخب اسباني معروف يتحكم في الكره، عنده الفنيات، يلقى الوضعيات السانحه دائما، اكثر من 5 لاعبين يكونوا في مناطق المنافس. المنتخب التونسي اليوم معناها ابلى البلاء الحسن وبدنيا الى حد الان، يسير في النساق امام منتخب سيطر على الكره الاوروبيه والعالميه بين 2008 و 2012، معناها من المنتخبات القلائل اللي فازوا باللورو وبعدها بعامين فازوا بكأس العالم. الاندفاع والاستماتة من الياس السخيري وفخر الدين بن يوسف، ثم فرجاني ساسي، فرجاني ساسي اليوم الياس السخيري حقيقة اندفاع كبير أمام بوسكيس، أمام إنيستا، التوزيعة إلى دياغو كوستا، دياغو كوستا أمام يوان بالعلوان، والمحاولة في تفادي خروج أيمن البلبولي، والتصويبة والهدف الأول، الهدف الأول من ياغو أسباس. شفنا معناها التردد في وسط ميدان المنتخب التونسي، ومن بعدها العمل من دياغو كوستا، ثم يلقى الحلول عبر ياغو أسباس اللي صوب وغلت الدفاع المنتخب الوطني التونسي وأحداث الفارق من جانب المنتخب الإسباني. في وقت قلنا نجمو نتفاداو اهداف من جانب المنتخب الاسباني، لكن شوفوا التوزيعه وشوفوا الديكالاج يلقاه دياغو كوستا، التوزيعه الدقيقه الى دياغو كوستا، شوفوا محاوله تجاوز يوان بن علوان، ايضا خروج الحارس ايمن المثلوثي، ثم يرجع ومباشره تصويبه اليساريه من ياغو اسباس. رغم التواجد ياسين مرياح في دفاع المنتخب التونسي وعلى خط المرمى، تمكن لاعب سيلتا فيغو من التسجيل واحدث الفارق في هذه الدقائق الاخيره للشوط الثاني. الاسبقيه الاسبانيه دقيقه 85، ياغو اسباس تمكن من افتتاح باب التسجيل من اخذ الاسبقيه للمنتخب الاسباني. كنا نجم نتفادوا هذا الهدف، واضح الخطا في محور الدفاع والخطا تكرر من بعد، لانه كنا نجم الحقيقه نتفاداو هدف كما هكا. المهم هو انه الهدف هذا جاء في مباراه وديه، يلزم الخطا هذا والاخطاء الاخرى لا تتكرر في الرسميات، لانه مهاجمين تاع المنتخب الانجليزي ولا المنتخب البلجيكي مش باش يرحمونا كيما اسباس. مهاجم المنتخب الاسباني من مساحه ضيقه صوب بقوه وتمكن من هز الشباك ايمن المثلوثي، خطا في مرحله اولى ثم في مرحله ثانيه. ما يلزمكش تخلي المساحات لمهاجم كيما دياغو كوستا، المهاجم العملاق بالنسبه للمنتخب الاسباني. 4 دقائق تفصلنا على نهايه المواجهه التونسيه الاسبانيه، والاسبقيه للاروخا هدف دون مقابل، والاسبقيه حتى في نسبه امتلاك الكره هجمه تونسيه، قبل ذلك موجود في موقع التسلل فخر الدين بن يوسف، 63% نسبه امتلاك الكره للمنتخب الاسباني اللي في وقت سابق اكتفى بامتلاك الكره، ولكن منذ دقيقه مشى للتسجيل، تمكن من خطف الهدف الاول عن طريق ياغو اسباس. المنتخب الاسباني قلنا منتخب لا يهدأ له بال، يصبر برشا حتى للدقيقه 86 و87 و90، منتخب بامكانيات فنيه كبيره، بنقلات، بلاعبيه كبار، يوجدوا في الريال وبرشلونه واتلتيكو مدريد وارسنال وانديه اخرى عالميه. اختبار مفيد بالتاكيد لعناصرنا الوطنيه، ان شاء الله نربحوا منه، نبنيو على الايجابي ونصلحوا السلبي. وحذاري من اسينسيو لانيستا، ثم الرايه موقع التسلل لاسينسيو في توقيت 87 دقيقه، لعب 3 دقائق على 90 دان الاسبقيه، اصبحت للمنتخب الاسباني امام المنتخب الوطني. صابر خليفه، صابر خليفه يحافظ على الكره، التمهيد والامداد لامين بن عمر، والتدخل من كوكي، الرجوع الناجح لمتوسط ميدان المنتخب الاسباني، اندريس انيستا، ثم كوكي، كي عندك متوسط ميدان كيما بوسكيتس، مع
معناها ينجم يوزع كترانسفيرسال كيما توصل الكره كيك لدياغو كوستا وعندك كوكي او كذلك اندريس انيستا. قلنا لاعب كيما دياغو كوستا معناها قناص يستغل اي وضعيه اي معناها معطيات اي ديتاي في مناطق المنافس هو خطير وذي معناها الاونيفو هذا بالطبع هذا مستوى كاس العالم معناها تغيب ثواني على المباراه بالطبع تكون معناها الوضعيه صعبه وتنجم تخسر كي ثم بعض السهو في التركيز واكيد اختبار كبير للمنتخب التونسي قبل مباراه المنتخب الانجليزي باش نلقاو نفس المستوى من الفنيات والاندفاع واكيد المنتخب الوطني التونسي اكتسب التجربه من خلال هذه اللقاءات الوديه واكيد استنتاجات كبيره المدرب نبيل معلول مع الطريقه المتبعه مع مردود اللاعبين مردود الدفاع مردود الحارس كذلك الوسط وايضا الهجوم مردود كذلك اللاعبين يخذوا مكانهم اثناء المباراه. ما نساوش نلعبوا ضد منتخب بطل عالم 2010 ايضا تميز في سنوات وسيطر على كره القدم العالميه وبعد قليل بسام السرارفي ياخذ مكانه في التشكيله امامكم ياغو اسباس صاحب الهدف الوحيد الى حد الان في لقاء المنتخب التونسي والمنتخب الاسباني في ملعب كراسنودار. الكره توصل لفخر الدين بن يوسف فخر الدين بن يوسف والتدخل من سيرجيو راموس ثم معناها تشوف اللي لاعبين لعبوا اكثر من 60 مباراه رفقي هذا الموسم بين البطوله الاسبانيه والبطولات الاوروبيه لكن حاليا في احسن استعدادات وذي معناها صعوبه كاس العالم معناها لاعبين يخرجوا من 60 و65 و70 مباراه لكن يكونوا حاضرين في كاس العالم معناها قيمه الفرق الكبيره وقيمه ايضا وصعوبة كأس العالم لكن التحدي ينجم يواجه المنتخب التونسي وإن شاء الله معناها كل شيء على أحسن ما يرام لمباراة الهامة ضد المنتخب الأنجليزي في ملعب فولغوغراد يوم الاثنين 18 جوان انطلاقا من الساعة 7 والكرة من جديد لأسينسيو ولوكاس فاسكيز والمنتخب الإسباني. ثواني على الدقيقة 90 لحظات أخيرة المواجهة التونسية الإسبانية على الاراضي الروسيه ودائما راس بقيه للمنتخب الاسباني. ما نساوش من بعد باش نرجعوا للاستوديو التحليلي وايضا ربط من كراسنودار لما بعد المباراه ودياغو كوستا والتدخل من ياسين مريح معناها باش نرجعوا في صوره مباشره في استوديو مع رازي مع المحلين وكذلك ربط مباشر من كراسنودار دائما على الوطنيه الاولى. التغطيه متواصله على الوطنيه الاولى بعد الحصه اللي شفتوها قبل المباراه العوده ان شاء الله مع بلاتو خاص بعد نهايه المباراه مع رازي العوده للمباراه هذه باكثر تحليل هوامش وكواليس وربط مباشر من كراسنودار مع محمد علي بوزقر ومبعوث التلفزه الوطنيه. قلت لحظات اخيره في المواجهه ثلاثه دقائق اخيره والفرجيني سيسي يتحصل على الورقه الصفراء الانذار وشفنا من شويه دياغو كوستا والعملية الأخيرة الخطيرة هذا التغيير دخول بسام السرارفي وخروج فخر الدين بن يوسف واحد من بين أبرز الملاعبيه اليوم ما قصرش فخر الدين بن يوسف جناح المنتخب الوطني التونسي قام بدوره على أحسن وجه أكيد معلول يبحث عن الحلول يبحث عن التركيبة المثالية بالنسبة للتشكيلة الأساسية قبل مواجهة المنتخب الإنجليزي إن شاء الله يوم 18 جوان 7 متاع العشية إن شاء الله ضد المنتخب الإنجليزي. قلنا اختبار مفيد بالتأكيد عرفنا به من المستوى متاعنا المهم وأنه بدنيا الملاعبية ما قصروش خطأ جاب هدف بالنسبة للمنتخب الإسباني وخطأ كنا نجم نتفادوه إن شاء الله الأخطاء هذه في الرسميات ما تتكررش. عبد الرحمن اختبار بالتأكيد مفيد للمنتخب الوطني باش تتطور في الاداء وتبرز على المستوى العالمي لازم تلعب ضد اسبانيا ضد انجلترا ضد المانيا. واضح المنتخب التونسي في تطور مستمر على مستوى الاداء واكبر دليل ترتيبه العالمي وايضا تواجده في كاس العالم ثم منتخبات بارزه افريقيه مشاتش كاس العالم. المنتخب التونسي كالعاده يرجع الى كاس العالم وبثقه كبيره باش يخوض هذا الدور الاول امام المنتخب الانجليزي والمنتخب البلجيكي والمنتخب البنمي. اسينسيو للمنتخب الاسباني في اخر المحاولات الى زميله في ريال مدريد لوكاس فاسكيز ثم اسينسيو تصدم الكره بياسين مرياح والتماس للمنتخب الاسباني امامكم لاعب اشتراوه برشا
معناها يتألق في الملاعب الأوروبية في السنوات المقبلة من مواهب فريق ريال مدريد والكرة الإسبانية. والكرة الإسبانية أنجت عديد المواهب في السنوات القليلة الماضية، خاصة مع مراكز تكوين الشبان للريال وأيضا لاماسيا بالنسبة لفريق برشلونة. معناها أقوى مركز تكوين الشبان هو لاماسيا، وثم هفوة مرتكبة على لوكاس فاسكيز، التدخل الأخير على لوكاس فاسكيز، ربما الإنذار لبسام السرافي. الإنذار فعلا من جانب بسام السرافي، ينظر بعد إنذار موجه منذ قليل إلى الفرجاني ساسي. أمامكم كوكي قدم مردود ممتاز بعد دخوله في الشوط الثاني مكان تياغو ألكانتارا، والكرة أيضا والاندفاع الكبير لسيان بن يوسف، أيضا ليس صخيري معناها لعب سنة تقريبا 35 مباراة كأساسي مع مونبولي، لقيناها في اللقاءات الكل تاع المنتخب التونسي الودية، مندفع هو اللي ماخو الوزر نتاع وسط الميدان، هو السنتينيل أكيد بامتياز، معناها ما ثماش منافسة ليه في مستوى متوسط ميدان محوري. دياغو كوستا أيضا دخل في الشوط الثاني، كان أمامكم دافيد سيلفا و روبرتو أيضا مورينو، والكرة ترجع لصالح المنتخب التونسي. ونهاية المباراة بفوز المنتخب الإسباني على المنتخب التونسي هدف مقابل صفر. المنتخب التونسي أحسن تحضير كان ليه اللقاءات الودية، وبالتوفيق ليه في أول لقاء ضد المنتخب الإنجليزي. شكرا على المشاركة رفقي في هذا التعليق لأحد أبرز مباريات في تاريخ كرة القدم التونسية. خاطر إن شاء الله نطالبوا بلقاءات أخرى ودية في قيمة المنتخب الإسباني، أكيد تفاصيل ضافية وشاملة في الأستوديو التحليلي من بعد. إن شاء الله، والأهم إن شاء الله زينة للمنتخب الوطني التونسي في أول مباراة في المونديال ضد المنتخب الإنجليزي على أجداد، مشاركة عالمية تاريخية للمنتخب الوطني التونسي. بلاتو تحليلي بعد شوية على الوطنية، إلى اللقاء في مواعيد خطر.